اخر ما غنت كلتوم ديالك ديال الوينر يد وحده بارطاجيو الاخوان محمد دومير دائما حاضر تحيه لك محمد تحيه للمتتبعين متتبعات ماروك سبور 24 ساعه مع الحمراء. اليوم برنامج حواري مع اخر الاخبار بالنسبه للوداد الرياضي. برنامج كنتناو فيه جميع الاخبار اللي كتتعلق بالفريق الاحمر. غادي يكونوا معنا ضيوف ومحللين من جميع بقاع العالم. غيكون عندنا واحد الضيف عزيز حمزه المعروف في السوشيال ميديا. حاولوا تبارطاجيو ماكسيموم. غادي يكون معنا السي محسن طبيعه الحال محلل القناه والسي رشيد من الدار البيضاء. وعندنا واحد الضيف اليوم ضيف غالي اللي انضم لنا سي حمزه اللي غادي نستقبلوه. ريتما نستقبل معايا الاخوان. اهلا وسهلا السي محسن. السلام عليكم خويا كريم. تحيه ليك وتحيه للسي رشيد وكذلك السي عمر والضيف ديالك اللي ربما كتهضر سي حمزه اللي تنحييه حتى هو. وتنتمنى ان شاء الله الحلقه تكون ناقشوا فيها جميع الامور اللي تتعلق ان شاء الله بالمقابله سوالي تلعبات أولا القادمة ديال فريق الوداد الرياضي يا أخوي. إن شاء الله حاولوا الإخوان تبارطاجيو. سي حمزة الضيف ديالنا اللي حقيقة معروف على الصعيد الوطني. سي حمزة أهلا وسهلا. سي كريم متميزا وشكرا على الدعوة وتحية ليك وتحية للضيوف اللي معك أيضا تحية للمشاهدين اللي يشاهدونا. سي حمزة جيتي دخلتي معنا ديريكت. المهم ما كانش عندك مشكل باش تعرف كيفاش تستعمل لو سيت. تبارك الله عليك.
ريتما الاخوان بارطاجيو بعد مع بعد بعد جروبات غادي نحاولوا السيراجي أنا سي كريم، أنا سي محسين، أهلا وسهلا بالخبير أو بالتقني المتميز في السي حمزة، ونتمنى إن شاء الله الحصة هذه تكون فيها بزاف 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 مثقال، وإن شاء الله الحصة هذه نفيد المشاهدين الكرام ونفيد الإخوة ونشكرين المفاجآت في هذه الحصة. ان شاء الله ان شاء الله. غير شوف شوف الانترنت عندك شويه السي 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 رشيد واخا ريتما يلتحق بين السي عمر السي رشيد عارف الاسباب ديال والمشكل المشكل ديال الانترنت في المغرب مشكل كبير ما عندنا ما نديرو. ريتما يلتحق بينا السي عمر بوزيتون عن جريده ديربي فوت. المهم غادي نبداو المحاور اللي عندنا اليوم. عندنا كاين بزاف ما يتقال، ولكن غادي نبداو بالوداد تعادل السلبي مع حورية كوناكري. ما هي القراءة التقنية للقاء الاخوان ديالنا؟ نبداو بالضيف ديالنا السي حمزة، كيفاش شتي القراءة ديالك التقنية؟ بداية كرر السي كريم، نتمنى ان زعما يكون الاتصال هو مزيان وهذاك الامور ديال الكونيكسيون ما فيها حتى شي لوكس. قبل ما نبداو زعما نسرد بعض التفاصيل باش ما يكونش الانقطاع وايضا الديكاج، واش كلشي بدا مزيان؟ مزيان. السؤال موجه ايضا للساده المشاهدين باش نتواصلوا بشكل جيد. المهم بخلاصه فيما يتعلق باللقاء، فكما شفنا على غير العاده وعلى غير اسلوب البنزرتي اللي نورمالو معروف به، هو انه تعتمد دائما على الاسلوب الهجومي والكره والدفاع المتقدم الى غير ذلك، وانما شنا بنزرتي اللي واقعي، شنا بنزرتي اللي حاول انه يكون في الاختيار ديالو في مباراه اللي خارج الميدان ديالو واللي هي ذهاب، انه يفضل الخيار يعني الامن كما تنقولوا، وانه يعود بتعادل سلبي. التعادل السلبي صح انه تبقى سيف ذو حدين، ولكن فإلى شنا او بالنظر لمجريات اللقاء فنشوفوا ان البنزرتي فهو ما كانش من البدايه يعني متراجع للخلف، حاول في الشوط الاول انه يناور، حاول في الشوط الاول انه يخلق فرص وانه يباغت الخصم ديالو ويسجل هدف. كانت هاد الاختيار او هاد الاسلوب اللي مشابه البنزرتي فهو كان معقول انه لعب 45 دقيقه في هذا الشكل هذا يحاول فيها، اما 45 دقيقه الثانيه فيتجنب فيها اي يعني اي ريسك كما تنقولوا، فهو فضل انه يلعب فيها متراجع للخلف وانه يامن فيها هذاك التعادل، بحكم انه في اياب غيلعب مباراه عنده في المغرب وبالجماهير ديالو اللي تعتبر قوه عند الوداد، وهذا الشيء اللي تخنقنا نرجعوا للسيناريو ديال دوري ابطال افريقيا سنه 2017 وميزة اللي كانت حد الوداد واللي خلاته انه يمشي بها حتى اللقب الثاني ديالو. فهذا بشكل عام باش ما نطولوش ونعطي السي محسن الفرصه ايضا، فهذا الشيء بشكل عام فيما يخص لقاء الذهاب امام حورية كوناكري. واخا المهم بالنسبه لهذه المقابله هذه، واش السي محسن ما تشوفش بان هي يعني سكور يعني اللي بيج 0-0 هي مزيانه من واحد الناحيه، ولكن الحيطه والحذر غادي يجي حورية كوناكري ما عنده ما يخسر. شنو رايك في هذا السكور هذا؟ مشى باش يجيب تعادل، جاب تعادل، ما عندنا ما نقولوا. المهم هذا الشيء اللي عطى الله، دابا خصنا نشوفوا المقابله الجايه. شنو بان لك انت في هذه المقابله هذه؟ هو تنظن القراءه ربما اللي عطى حمزه ديال المجريات ديال المقابله، فتنظن قراءه منطقيه خويا كريم، لان الشوط الاول ربما البنزرجي بغى يباغت الفريق ديال حورية كوناكري بشي هدف وباش ربما يسهل عليه المقابله ديال الاياب. كنظن ان الشوط الثاني ربما كانت مفاجاه كما قال حمزه، ان اول خطره كنشوفوا ان البنزرجي كيلعب واحد البلوك لي با خويا كريم وكيحافظ على باش يحافظ على النتيجه. كنظن انا المساله المؤثره ربما الغياب ديال الحداد اللي تنعرفوا داك الطول الكبير اللي تيديروا الحداد لا دفاعيا ولا هجوميا، لان حتى ملي كتلعب بالبلوك شويه طالع يعني الحداد تيقدر يعاونك في لا ديفون ويهرس لي كونتر ديال الادفيرتير. فتنظن الغياب ديال الحداد، وكنعرفوا المترجله فيزيكمون وكذلك ربما حتى القوه ديال الاختراق ديالو وداك الشيء يناقش، لان حتى الاداء ديال المترجره في المقابله كان اداء جد
جد متواضع، لان شفنا ربع ساعه ربما اللاعبيه بغض النظر دونك بلا ما نهضر على المباراه الجايه كتعرف الراي ديالي فيه. رجع اخويا كريم المساله ديال بنفرتي، كنظن انا حتى كلما كتقدم في المنافسه كيكون هذاك شويه ديال التخوف، لان دابا ما عندكش الفرصه باش تعوض، لان راك ماشي في لافاز دي جروب غتقدر تضيع ماتش دو ماتش وتريكيبيري من بعد. دابا تقدر تضيع مقابله كما طرف الفريق الاهلي، دونك دابا الامور ديالو تعقدات تقريبا واحد 98%. كنظن ان البنفرتي في الشوط الثاني دار بلوك اللي ربما نازل حفاظا على النتيجه ديال المقابله، لانه ربما يقدر هنالك كانت مساله ديال العياء، ولا لان تنعرفوا درجه الحراره كانت كتجاوز 30 درجه نسبه الرطوبه، دونك الشفاه ديال كافه التيران حتى هو التيران ما ساعدش، لان جرده ماشي تيران يعني اللي لعبوا فيه، شفنا حتى بغاو ما بغاوش زعما يقصوا الكازون بس زعما يعرقلوا اللعب ديال فريق الوداد، ولكن تيران ما تعجل. المهم انا بعدا كنتسائل كيفاش لاكاف كتسمح الدول بحال غينيا انها تيرانات كيفاش كيكونوا اومولوجي بعدا، لان غينيا غادي 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 تنظم كاس افريقيا، ودابا كنشوفوا تيران اللي في العاصمه وشوف الحاله ديالو كي داير. المهم هذه نقطه غير بغينا غير يسمح لي تعقيبا على هذه المساله خويا كريم اللي هضرتي عليها. فتنظن انه بالنسبه للعشب راه تم القص ديالو في هذاك صبيحه ذاك يوم المقابله، وشو كي كان لا غير باش نكمل اخويا كريم، غير راه ربما هذاك الملعب مقارنه مع ملاعب اخرى في افريقيا اخويا كريم راه لا مجال مقارنه، هذاك الملعب راه بالنسبه لي انا جد مقبول في افريقيا. اما بالنسبه لاكان كنظن ان بالنسبه للمنافسه الافريقيه اللي غيمكنوا مازال بعيده، دونك عندهم كافه الوقت باش يوجدوا الملاعب ديالهم اخويا كريم. واخا نشوفوا السي رشيد الراي ديالك، هل بنزرتي احسن اختيار تكتيكي؟ وطبيعي الحال راه ملي كتشوف كنقولوا ملي كتشوف الطريقه ديال اللي لعب بنزرتي في واحد اللقاء سابق خاصه امام سان داونز وامام لاستيك ابيدجون، فهو ادرك ان خير وسيله انك تامن المنطقه الدفاعيه ديالك وتلعب على المرتد بحال اي هدف او اي هجمه مرتده ممكن ترجع بانتصار، ولكن ما تنهزمش. هاد الدرس استفد منه البنزرتي بكثره، وما نساوش الدور اللي لعبوا ابراهيم النقاش، العوده ديال ابراهيم النقاش اللي كانت في المستوى ورفعت خط الوسط وخلات الحيويه في خط الوسط الى جانب صلاح الدين سعيد. يعني كنشوفوا واحد الخط اللي كما كنقولوا اكريسيف كيفتك الكره بواحد القتاليه ما كيخلو وكيلزموا على الفريق حريه كوناكري انهم يلعبوا الكره الطويله اللي كتكون غالبا كتكون في مصلحه اما كومارا يا اما عشر ناري. انا كنقول بان فوزي البنزرتي توفق في التكتيك، عرف بان الطريقه اللي كيلعب بها هجوميا ممكن تفيدو داخل الميدان، ولكن خارجيا خاصو يامن المنطقه الدفاعيه اولا. حنا شفنا شوقع الاهلي، شفنا شوقع القسنطينه، يعني اي كما قلت لك سابقا السي كريم لك كتذكر راه ثمان فرق راه ما كاينش فيهم فريق سهل. راه اتحداك راه اللي كانوا كيقولوا ان مجموعه الوداد سهله وان ان ان راه شفنا سان داونز اداره الاهلي، يعني خاص الوداد تلعب على حساب الامكانيات اللي عندها على حساب نوعيه اللاعبين، ما نخرجوش للهجوم، عندنا كنعرفوا نلعبوا على المرتد، يعني نلعبوا على حساب الامكانيات ديالنا خارج الميدان. اما داخل الميدان فما كنظنش ان كاين شي فريق حاليا في افريقيا غادي يقدر ينتصر على الوداد داخل الميدان. واخا بالنسبه للمدرب يعني يلا جوج سيمانات هذه المدرب هذاك فرون هذاك ديدي اللي هو فرنساوي برتقيزي، اسبوعين هذه دابا باش شد الفرقه، ما غاديش نظن انه غادي يبدل يعني لو شيما تاكتيك باش كتلعب حوريه كوناكري مع باتريك نوفو اللي هو اللي اهل الفريق، وثاني هذه السنه الثانيه على التوالي كيتاهل حوريه. الموارد عنده لان الفريق تقريبا كيدور بواحد 5 المليار ولا 6 المليار، يعني بالنسبه لافريقيا راه شيء يعني مهم بالنسبه لغينيا.
إذن فريق تا هو لا بغينا نقولوا يعني وجد تا هو ولا تا هو طامع يدوز 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 الدومي فينال وهذا. إذن خصنا نحتاطوا من هذا من هذا الفريق. بالنسبه لكاس سي حمزه نقاط الضعف ديال هذا الفريق بانوا لك شي نقاط ضعف ديال الحوريه؟ فهذه الامانه الحوريه واجهناها السنه الماضيه على ما اعتقد ما خانتنيش داك قلتي، فبحكم ان المدرب الجديد ديالو اللي هو حديث العهد معاه فالفريق في اغلب يعني في الاسلوب ديالو التكتيكي فهو ما تبدلش بزاف، فدائما اكيد كما شفنا في المقابله انه يلعب بالدفاع المتقدم الى حد ما، عنده لاعب على مستوى الاظهره اللي خطيرين خطيرين بزاف مانديلا واللي له هو اللاعب رقم 30 اللي كان صوروا مطور هذاك الصيور فعلا هو دخل مشاكل او كان له ريسك ديالو طالع في المباراه بحكم ان الاظهره ف بشكل او اخر نقدروا نختلفوا معايا الاخوان في مشكله في تغطيه المساحات خلف الظهر ديالهم خصوصا الناهيري. هذه المساله اللي كانت معروفه على ان الناهيري فهو هداف وانه صعب بزاف الكرات اللي ورا ظهرو تكون انا حتى يلعب وراه فتكون عنده مساحات كبيره غير هذا. فايضا اللاعب كان عنده لاعب اللي في الدفاع اللي كان غائب وكان لاعب اللي متميز ولكن بحكم المباراه والنهج ديالك شكون هو داك ساكين داك طويل ولا السي حمزه عنده مشكل ديال التغطيه كنظن عنده مشكل ديال التغطيه. واخا السي محسن كمل ريتما يرجع معنا السي حمزه عنده شي مشكل ديال التغطيه كنعرفوا الانترنت الله يهدي هاد الناس في المغرب ما هادشي ديال الانترنت بصراحه كيف قص. واخا السي محسن هو ربما نقاط قوه ديال فريق الحوري يكون اخري اخوي كريم ربما كتجلى ربما في الاجنحه ديالو كما قال السي حمزه اللي سريع وخاصه مانديلا اللاعب اللي سريع وكاين حتى ديك القوه ديال الاختراق فكنظن عندهم شي ثلاثه لعابه سريعه بحال هكا هما اللي تشكلوا خطوره. بالنسبه للنقط ديال الضعف ربما لا ديفونس ديالهم تكون عرض لاننا شفنا في المقابله ديال اورلاندو بيراتس مقابله الذهاب جنوب افريقيا كانوا خسروا ثلاثه كان شي ديفونس اللي صراحه زعما متوسطه يعني مش يعني السرعه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد ان شاء الله في المقابله ديال الاياب وداك الضغط هذاك البريسينغ العالي فتنظن انه غيخلقوا مشاكل كثيره الحوري كوناكري غير اللي تنتمنى ان شاء الله ان اللاعبين يكونوا كاملين حاضرين خاصه اللاعب الحداد اللي ربما اليوم كانت عنده غير حصه ديال الجري كان عنده شد عضلي في ذاك قبل ما يلعب هذاك الماتش فتنتمنى يكون واجد المقابله ديال الاياب لان كيبقى واحد المفتاح اللي جد مهم لا هو لا ونجم من المفاتيح ديال البنزرتي لانه كيقدر يحل لك المقابله. بالنسبه للمساله اللي دوى عليها حمزه ديال الناهيري متفق معاه لان انا ديما تنقولها الناهيري لعاب اللي مزيان ايه ولكن الطريقه باش كيرجع بعد الخطرات كيرجع شويه متثاقل ومساله اخرى هذيك لا كوفيرتور بعد الخطرات سيتو الظهر ديالو ما تيردش البال لان شحال في مقابلات كثيره لا في كاس العرب اللي كانت ماركه عندنا ضد اهلي طرابلس اللي تونس راه ربما كيتحمل المسؤوليه لان هرب له اللاعب من ظهره واحد الكره في هذا الماتش ديال الذهاب نفس الديكو ولكن مؤخرا كنشوفوا ان اللاعب الماهري حتى ديفونسيفمون بدا كيتحسن اخويا كريم مقارنه مع المقابلات اللي فاتوا لان المقابلات اللي فاتوا راه ما كان كيرجع شويه دابا كاين تحسن لان دابا المنافسه المستوى بدا كيطلع اي خطا راه غتاثر عليه غاليا فكنتمنى ان شاء الله ان فريق الوداد يحسن المقابله ديال الاياب اخويا كريم غير هو وتفادي الانذارات لان اربعه اللعابه مهددين بالغياب. واخا تحيه الاخوان اللي معنا السي حمزه يلا صيفط لي ميساج فالي البي سي وكنعرفوا هذا المشكل اللي عندنا ولكن راه غادي يكون معنا غادي يرجع معنا. ريتما يلتحق بنا السي عمر اللي هو في الطريق كنعرفوا التكرفيس ديال عمر ومع لا نافيت الرباط الله يجيبك على خير اخويا عمر. سي سوفيا الحر اهلا وسهلا سي سفيان كيقول لك يتعذر عليكم الان اتصال في مخاطكم بسبب التزامات الافريقيه ايها المشوشون رصيدكم.
سي سفيان دائما متألق. سي أبو رانيا غبرتي علينا البارح، سولوا عليك الناس. أبو رانيا من كولورادو، أهلا وسهلا. سي عزيز مفتاح صديق ديالنا، ذكر سي عزيز مفتاح هو الأخ والأخ اللي غادي يشارك في البطولة ديال المعلق ديال بين سبور ديال هذا الشهر. غادي نحطوا الرابط ديالو، راه عنده عندنا في لاباج ماروك سبور 24. حاولوا الإخوان اللي معنا يدخلوا ويصوتوا ليه، المغربي اللي كيمتنا على الصعيد العربي في البين سبورت. حاولوا واحد الاخ اللي هو عنده لو طالون وتبارك الله عليه متميز في داكشي اللي كيدير. حاولوا هاد عزيز مفتاح، حاولوا تصوتوا عليه، ادخلوا لاباج وصوتوا، راه حاطين الرابط ديالو، وحاولوا تشجعوا بحال هاد الناس هادو وجميع الاخوان اللي باغي يحط شي اعلان، بغي عنده شي مسابقه باغي يشارك فيها ولا هذا، غير يتصل بالسي رشيد ولا يتصل بيا ولا السي محسن. واهلا وسهلا، حنا هاد لاباج دايرينها لكم نتوما، اللي بغى ينشط معنا، اللي باغي يزيد شي حاجه في هاد البرامج ولا عنده افكار ولا هذا، ما غير يتصل بينا ومرحبا، ما كاين حتى مشكل. عزيز المفتاح مسابقه ديال بين سبور ديال احسن معلق لهذا الشهر، حاولوا تبارطاجيو، فوتيو وبارطاجيو. يا سي محسن خويا كريم، غير كنتمناو كما قلتي راه انت دوزتي له ميساج لكافه المتتبعين ديال والاخوان ديالنا اللي كيتابعوا ماروك سبور 24، فتنتمنى انهم يشجعوا هذا الشاب عزيز مفتاح، لانه كيمثل المغرب وفي منافسه مع المعلقين الجيران ديالنا من دول عربيه اخرى، الجزائر وتونس وكل شيء. فبما انه هو مغربي وكيمثل المغرب، فعلاش لا ما نتعاونوش معاه ان شاء الله ندفعوه، وخاصه بان التصويت اخويا كريم ربما نهار الخميس تقريبا، باقي واحد 3 ايام ولا نهار الخميس غيكون هو الديدلاين، يعني اخر اجل باش الناس تعاونوا. فتنتمنى من كافه الاخوان، وحنا الحمد لله مسلمين وداك الشيء، خصنا نتعاونوا بيناتنا ونعاونوا هادو. شوف كاع الدول كيديروا هذا، العراقيين اللبنانيين، يعني لبنان يعني كلها فيها 2 مليون ولا 2.5 مليون ديال البشر، قدر في السلطان لبنان كلها، وكتلقاهم ملي كيشاركوا في شي يعني شي حافل ديال الغناء ولا شي برامج غنائيه ولا هذا، كتلقى كل شيء الشعب كيصوت. خصها تكون عندنا هذا الفكر، اننا واحد كيمثل البلاد ديالنا، خصنا نشجعوه، خصنا نعاونوه. اذا حاولوا الاخوان اللي معنا وبارطاجيو مع الجروبات اللي كتعرفوهم باش يصوتوا للممثل الوحيد المغربي، الممثل الوحيد اللي كيمثل البلد ديالنا في البين سبور، معلق بالمستوى العالي. الله يوفقه. غير حاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو. سفيان راه ما غنخافش عليك، حاول تبارطاجي سي هذاك الرابط اللي عندي باش نشجعوا هذا الاخ ديالنا سي عزيز، لانه هو الممثل الوحيد ديال المغرب في هذه المسابقه ديال بين سبور، معلق ديال هذا الشهر هذا. عزيز مفتاح راه عندنا في لاباج، حاولوا تدعموه وحاولوا انكم تساعدوا، وتكون عندنا الثقافه ديال نساعدوا بعضياتنا، ماشي غير دوز مرور الكرام. ملي تشوف واحد كيدير واحد المنتوج وكيعطي واحد، شجعوا بلايك بارطاج، وهذا راه ما غادي تخسر حتى شي حاجه. اذا الميساج داز، وغنعاودوا ناكدوا عليها طيله البرامج اللي عندنا. يوم الخميس هو الديدلاين كما قال السي محسن، حاولوا تبارطاجيو لو ماكسيموم وصوتوا على، حاولوا تصوتوا على الاسم عزيز مفتاح. واخا نمشيو على بركه الله، سي حمزه رجع معنا، مهم كنعرفوا سي حمزه هادشي راه عادي ديال الانقطاعات وداكشي، لا هادشي راه عادي، راه ما تسوقش لك، فهمت؟ شوف غير الا تقطع عاود رجع، حنايا راه كاينين في اللايف وقت ما هذا رجع، ما كاينش اشكال. واخا وصلنا البنزرتي التصريح اللي خرج به، يعني الراي ديالكم في التصريح ديالو، اذا كان عندك السي رشيد ولا هذا تقرا علينا. يعني التصريح ديالو البنزرتي كياكد نتيجه التعادل، لم تغير في الامر شيئا، الى اخر الى 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 كان عندك، لان ما عنديش كامل السي رشيد. يعني ما رايكم في التصريح سي رشيد؟ وهو البنزرتي قال لهم ان نتيجه التعادل راه ما غتغير في الامر والو، فريق حوريه راه ماشي فريق اللي ساهل او هين كما كان يعتقد البعض، ان الوداد راه الطريق ديالهم مفروش بالورود، غادي يلقى واحد المنافس ساهل اللي يقدر يتاهل عليه. قال لهم خاصنا نركزوا، خاصنا نستعدوا مزيان بدنيا نفسيا من اجل لقاء العوده.
كنشوف البنزرتي انه استفاد من الدرس جيدا ديال لوبي ستار انهم انتصروا في نيجيريا، فاستسهل الخاتم انهم غاديين ينتصروا. جاو لعبوا معاهم في الدار البيضاء لقاو واحد المشكل، جاو لعبوا معاهم هنا في المغرب لقاو مشكل كبير. اذا فالبنزرتي بالتصريح ديالو بغى يكبح على داك الغرور في اللاعبين او باغي يردهم لطريق الانتصارات ويخليهم مركزين على المقابلات الايام. واخا سي حمزه، واش البنزرتي كيحاول يشحن اللاعبين باش ما يطيحوش في الاغلاط وهذا، واش كيحاول هو بهذا التصريح انه سي حمزه ما عرف فين جا، المهم واقيلا عنده داك المشكل. سي محسن نفس السؤال، واش هو كيحاول انه يشحن اللاعبين حتى يبتعدوا على استصغار الخصم، لان كنعرفوا اللاعب المغربي كيجيب تعادل ولا كيجيب رباح كيولي يبان ليه، ولكن كنعرفوا بان مباراه ماشي بحال المباراه، يعني بزاف ديال المسائل كيكونوا هذا تقدر تغفل، وسيرتو هذا الشيء ديال هادو ديال الي وريتور، تقدر ماتش ما تكون سيمانه ما تكونش هي هذيك مشى لك الموسم كامل. ما رايك السي محسن؟ هو تنظن اخويا كريم غير التصريحات ديال بن فرشيد، كنعرفوا الاكسبيريونس ديالو في افريكا اخويا كريم، وكذلك كمدرب دونك لعب منافسات كثيره، فهو كيحاول انه يخلي اللاعبين مركزين على المنافسه. فدائما الى لاحظتي حتى التصريحات ديال البطوله فاش كان واحد الفارق كبير ديال النقاط، ومع ذلك كان كيقول راه تلعب ماتش بار ماتش، يعني راه حتى حاجه ما محسومه. وكنظن اخويا كريم لان باقي مقابله ديال الاياب مقابله اللي صعيبه، الفريق ديال حوريه كوناكري ما حدوش اهل لهذا الدور، راه فريق اللي قصى فرق كبيره، راه قصى تاهل على حساب اورلاندو بيراس اخويا كريم، وكنعرفوا الفرق ديال جنوب افريقيا اللي عندها ميزانيات كبيره. غير هو واحد المساله من كتلعب غتلعب المقابله ديال الاياب وانت متعادل بصفر صفر، راه غير اللي سجل عليك هذاك الفريق ورجع لك اللور راه تقدر تبقى معاه مشكل. فتنظن ان الفنفرتي الصريح ديالو يحاول انه خاصه اخويا كريم واحد الميساج اللي كان اشار له اللي قلتي دابا ديال سوفيا الحر ديال التشويش، لان مؤخرا راه كنشوفوا واحد الحمله ديال الفريق الوداد ديما في هذه المقابلات. شوف الله يجازيك بخير يا محسن، ما غتبداش عاوتاني، خلينا راه مازال عندنا الهضره مازال. لا كريم شوف تراتوبيه راه غادي تلو حنا لشي حوايج وغنبداو ندخلوا في شي حوايج وغادي نساو داكشي، خلينا نمشيو غادي دقه ومنين وصل. لا محسن كاين هاد المساله اللي قلتي انت هي كاينه في النقاش، غير تراتوبيه اخويا تراتوبيه. شوف ما عنديش فكره على الاداره غتاخذ فيك قرارات، درنا المفاجاه. شوف راه الاداره غتاخذ فيك واحد القرارات واخا. شوف كريم حيت ما كانش عندي فكره عليه بالله، راه كاين في البروغرام، ولكن على كل دونك نكمل اخويا كريم. ما تنظن حاجه عاديه، لان لا حتى حاجه ما تحسناش، باقا مقابله ديال الاياب، لان الناس كتفكر في نفس النهايه وكتفكر ان الدومي واش يتلعب ان شاء الله في دونوروتي. دونك انا تنظن اخويا كريم الامور مازال ما نجمناش الدومي فينال، باقي مقابله نهار السبت ان شاء الله حتى نلعبوها ونربحوها عاد نفكروا في الدومي فينال. غير ولي كان المهم اذا البنزرتي التصريح ديالو يعني معقول، باش نكونوا يعني وصلنا لفاز اللي هما كريتيك، يعني هاد المرحله هذه اللي فرط كرت كما كيقولوا، اذا واضحه. الاخوان اللي معنا حاولوا تبارطاجيو الماكسيموم. سي خالد نومار مساء الخير للاخوه الوداديين، السلام عليكم. سي رفيق اخويا كريم محسن عندكم الحق، فاش حنا ديما عندنا الحق ياك. كنضحكوا مع السي رفيق، مرحبا. السي هشام عندي واحد الميساج ديال السي هشام باكو. أو حمزة محلل واعر، تحياتي لك. والسي هشام واش انت، وهل يخفى القمر، واش انت يا غلط، راه ما كاين غير المحللين الواعرين اللي معانا. سي محسن، سي حمزة، السي رشيد، السي عمر، حديت ولا حرج. ايوا هادو راه كاع خوتنا. الذكر بالنسبة لحمزة غير كانوا عنده الدراسة وكانوا عنده امتحانات وكانوا عنده يعني مسائل اللي حقيقه كت يعني كان كيعرقلوا ليه الانضمام ديالو لينا في هاد البرنامج. انا عندي الخط كريم هاد البيسي. المهم سي حمزه دائما عنده المشكل ديال البيسي، واخا ماشي مشكل، وقت ما قدرتي سي حمزه مرحبا بك.
ماشي ما كاينش اشكال. اول مره راه غادي يوقع هذا المشكل هذا السي. اذا كانوا شي بعض تصريحات سي هشام كيهضر على التصريحات ديال ناصر اليوم حول كيفيه توزيع العائدات التلفزيون، هل هناك جاي 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 جاي, جاي في الطريق داكشي. السي نور الدين واك، مرحبا بك سي نور الدين الاخ الصديق ديالنا نور الدين واك، دائما متعلق سفيان الحر صديق ديالنا، جمهور ديال الفتح غير الركراكي وطلبوا بالنتائج. واش سفيان تمنوا من الركراكي؟ حنا ما فهمتش دخلتينا الركراكي في هذا الشيء وقال لي بغى فقط ما كيبانش ليا. قرا الى 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 كانت عندك امكانيه. قال لهم اللي بغى فرقه كتربح ديما يمشي يشجع الوداد. هذه واعره عندك السي سفيان، واعره عندك. واخا كملوا القراءه. السي حمزه قال لك هشام باكو انت محلل واعر. المهم كنتش معنا السي حمزه، راه هشام باكو المعروف. اعتذر وبالفداء واعتذر لك ولجميع المشاهدين اللي سالونا. غير عطب تقني ما عندوش حتى بالفونيكسون زعما اللي كنا خايفين منها، ولكن نتمنى ما كاينش مشكل. لا ما كاينش مشكل. المهم غير السي هشام المعروف على الصعيد الدولي دائما حاضر سيرتو في كاع البرامج ديال الوداد. قال لك حمزه محلل واعر، تحيه لك. واخا طبيعه الحال حمزه الله يكبر بيه. الله يكبر بيك وشكرا بزاف، غني على التعريف. واخا نمشيو الى كانوا دي ميساج اللي كيصبوا السي رشيد في المحاور اللي هضرنا عليهم. المهم وصلنا للبنزرتي، المهم التصريح ديالو وداكشي اللي قال البنزرتي كياكد داكشي اللي قلته. واخا ندوزوا للمعمعه ياك. واخا نشوفوا التصريح. شكون اللي قال رشيد؟ انا خويا كتقول المعمعه كانت تخلع. انا واخا سعيد الناصري وعبد المجيد البرماكي، كيف شفتوا تواجد ديال الناصري والنائب بعد الاعضاء المكتب المسير بغينيا الى جانب اللاعبين؟ واش هو حافز؟ كيف شفتوا هاد نعطيو الخط، نعطيو الكلمه لحمزه. كيف شفتي هاد غير بدا المديره؟ وين حني على الاخر انا حتى الاخر. سير سيدي واخا نشوفوا رشيد كيفاش. في الحقيقه ملي كتشوف الرئيس، حنا اعتادنا من الناصري انه دائما في هاد الادوار كيكون في جنب الفريق، هو كيف دور المجموعات كيكثيري بحال الصورة النهائيه. سعيد الناصري هو كنعرفوه وكنعرفوا الطريقه اللي كيتعامل بها مع اللاعبين، فهو ما عمرو تعامل مع اللاعبين كرئيس مع لاعب او كيتعامل معهم بحال خوهم الكبير. علاقه طيبه بين اللاعبين، اصدقاء، ولكن كاين واحد الاحترام كبير. الناصري اكد انه 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 صاهر على كل كبيره وصغيره بمعية النائب ديالو عبد المجيد البرماكي، اللي كنا كنعرفوا حنا البرماكي انه واحد الانسان اللي ولادي من المهد الى اللحد، وشفنا ذاك العام اللي توجات به الوداد بعصبه الابطال مع عموته انه كان هو الظل ديال عموته. هذا عبد المجيد البرماكي كان الظل ديال عموته وكان المكلف بكل كبيره وصغيره. هو اللي كيخدم في الخفاء في الكوليس وكيخدم في الخفاء. راه كاينين بزاف الاشخاص. شوف راه هذا الشيء خصو يعرفوا الوداديين بان كاينين بزاف الناس كما قلت السي رشيد، راه ما كيخرجوش ما كيتواصلوش ما هذا، ولكن راه خدامين يعني. باش عرفتي حنا راه فهمتي عاهدنا داك الشاره وخاصنا تكون هذه، كل واحد كيهضر في قنتو هذا، ولكن يعني واحد كينوب على المكتب. شكون اللي كاين في المكتب؟ قول لنا الاسماء وسيدي غير يخدموا، حنا ما عندنا اشكال. سير السي رشيد سير. كشخص كمحب ولادي وعارف اش كاين وعارف ان الناس اللي كاينين في المكتب المسير والاسماء، فما نكذبش عليك انك اسماء اللي وداديين كيموتوا على الوداد كيديروا اللي بجهدهم باش يوفروا جميع سبل الراحه لفريق الوداد الرياضي. واللي بغيت انا الجمهور الودادي يعرفوا، راه مستحيل ان رئيس شخص واحد غيدير هذا الشيء كامل. راه ما كاينش في العالم غادي يجي رئيس غادي اهل الربوع ومرشح انك تمشي للدومي فينال،
غيجي رئيس هربان على الثانيه باكثر من 9 نقاط حتى لو ربحوا المؤجلات ديالهم. يعني راه السي بقى معايا السي رشيد والحضور ديال سعيد النصيري. رشيد معايا واحد دقيقة. السيرو فيكس مسلم كيقول لك واش كاين شي مشكل في اللايف؟ لا ما كاينش. قال مشكل عند ياك ما عندك انقطاع من عندك. حنا راه لايف، راه كاينين في اللايف. واخا كمل السي رشيد. بالنسبة للحضور ديال السي سعيد النصيري فانا فهي بادرة طيبة، كتأكد على انه واقف على كل كبيرة وصغيرة اللي خاصة بالوداد، وحتى الحضور ديال البرما كيف هو كيأكد على هذه النقطة اللي كنقولوا ان الوداد راه ايكيب كيخدموا متحدين. وان شاء الله نتمنى ونكرروا الانجاز اللي تحقق مع موتا ضد الاهلي المصري في النهائي. واخا سي محسن سعيد الناصري حتى هو ملي كيخرجوا من الكرام كيدخلوا كيدوزوا لدور المجموعات، حتى هو كيدخل حتى هو الاستراتيجيه اخرى، كيدخل المسائل الاخرى، حتى هو كيبدل يعني لا فاصون. الا بغينا شفنا كاع الحوار، شفنا كاع التدخلات ديالو والخرجات ديالو الاعلاميه، كتصب حاجه وحده انها يعني كتحفز وكتشحن يعني الجمهور وكل شيء. دابا يعني كيحاول انه يشحن هذا الوداد البيضاوي من طبيعه الحال. واخا كيفاش بانت لك هذه القضيه؟ سعيد الناصيري مشى لغينيا، واش كان ملزوم عليه يمشي ولا احنا عرفنا ملي كان الشامبيون ليغ العام اللي دات الوداد يعني مشى الاهلي المصري هذه، ولكن يعني غينيا انا استغربت بصراحه ملي مشى لكوناكري. هي خويا كريم غير واحد القضيه، ربما مجموعه من الجماهير الوداديه ربما ما كتعجبهاش، هي داك النقص ديال التواصل ديال سعيد الناصري. فانا بالنسبه لي العكس، انا كنشوف هذاك النقص ديال التواصل ديال سعيد الناصري مساله ايجابيه، لان لجا الناصري في اي وقيته يبدا يخرج مع شي خويا كريم افضل هذاك التشويش اللي راه كنعرفوا، وهذوك الناس اللي ربما كينتظروا ان اي تصريح اللي ربما باش يأولوه، فتنظن هذه مزيان انه ما يبقاش يخرج. ارجع لك اخويا كريم السؤال ديالك، هضرتي على المساله ديال الناصري، فالناصري معروف انه في المقابلات الكبيره وداك الشيء، فحتى التحفيزات الماليه وداك الشيء كيدير تحفيزات لي خاصه. الزياره ديالو او التوجه ديال المؤازره ديال الفريق الوداد الرياضي في غينيا اخويا كريم، انا صراحه كنشوفها كانت سلاح ذو حدين، لان غتقدر تحفز اللاعبين باش انهم ربما غيبغيو يديروا كل شيء باش يرضيو الرئيس ديالهم، لانه ربما جاي ربما شي اصل الفريق، دونك غيبغيو يبينوا ويديروا كاع اللي في جهدهم. ولكن تقدر في نفس الوقت اخويا كريم يقدر هذاك الوجود ديال النصر يقدر يدير ضغط على اللاعبين وما يقدموش واحد الاداء كبير. فانا صراحه شخصيا اذا سولتيني اخويا كريم فانا كنت كنتمنى ان النصر ما يحضرش، باش نكون واضح معاك، باش اللاعبين يبقاو في كامل التركيز ديالهم ويوجدوا المقابله ويلعبوا المقابله ديالهم، باش ما يكونش شي ضغط على اللاعبين ربما باش يرضيو الرئيس ديالهم. بالنسبه للمساله الاخرى اللي هضر عليها رشيد هو البرناكي، فتنظن انا اخويا كريم ربما الناصري تنعرفوا انسان اللي ربما اللي انتيليجون، راه ذكي بزاف، غير الناس ربما ما تيعرفوش. راه هذاك السيد راه ذكي، راه دابا سي تا ميساج من البرناكي اخويا كريم، راه الناس كتسول على المكتب وكتسول، دابا راه بحال لاح ليهم واحد لابياس، ها واحد من المكتب ها هو، مره اخرى يقدر يبان مثلا عضو اخر. يعني هاد المسائل قلنا دي ميساج ناصيري معروف داك دي ميساج كودي، المهم الفاهم يفهم. واخا انت ما بغيتيش ناصيري يمشي ورشيد، المهم واحد واحد غنشوفوا الراي ديال سي حمزه واش عنده راي معاكس لكم. المهم واحد واحد انتم بجوج. سي حمزه ما رايك؟ حمزه غنعطي الشاي بالياسمين باش يكون معايا. انا بارك الله فيك. شوف انا غير باختصار انا حاولت وكون انا الاخر في ان انا عندي راي مخالف للاثنين في المساله هذه وبايجاز تام وبدون اننا نتوغلوا في هذا الخلاف هذا. فبكل ولي الامانه فما خاصناش ننساو ان سعيد الناصري بالعمل الكبير اللي تيدير، العمل الكبير اللي تي عرفوني بزاف الناس عندي عليه بزاف الملاحظات بزاف التعقيب الى ما غير ذلك، ولكن خاصنا نشوف انه ايضا رئيس ديال نادي الوداد الرياضي، رئيس ديال الزعيم ديال الانديه المغربيه،
وهذا الشيء فبالنسبة لي تبقى شيء عادي جدا أنه يديره ولا ما يديروش، لأنه أصلا في المنصب اللي فيه فهو منصب ديال واحد الفريق اللي أقل حاجة اللي دار في توجه دياله بتوازي معاه هي هذا الشيء، وما زال بزاف الحوايج أخرى خاصة بالدار. فهذا الشيء اللي نقول اختلاف ديالنا اذا تعادل نقطه عندي كل عفاك. بغيت غير نقول السي محسن، والسي محسن مش من تمارة حيت الصوت مغيبش عليا. السي محسن بطبيعه الحال، السي محسن من تمارة بطبيعه الحال قلعتيه السي يلاه عرفتك غير من الصوت في التليفون. تحيه لك خالص، وكان شرف كبير انني نشوفك اول مره من غير التليفون. فتحيه لك سيمو، مرحبا. شكرا مرحبا. شكرا خويا حمزه، وانت راك عزيز عليا خويا حمزه، والله الا عزيز عليا. وصراحه شرف لينا تكون معنا ان شاء الله في هذا البرنامج ديال الساعه الحمراء، لان ربما كنتقاسموا نفس لا باسيون اللي هي فريق الوداد، وكنتمنوا ان شاء الله ربما نحتفلوا جميع، وعلاش لا يكون في النهايه ديال الموسم ان شاء الله يكونوا جوج نجمات وثلاثه نجمات لتحت ديال العصبه، والنجمه الثانيه ان شاء الله ديال البطوله خويا حمزه. واخا سي رشيد، مرحبا سي رشيد. الا بانوا لك لي ميساج نقدروا نقراو، لان ما كيطلعش ليا كل شيء. المهم بالنسبه لستيفان كاميني كيقول لك كاينين، انا نقرا لك لي ميساج. سلموا على ستيفان كاميني اللي راه يتقلق. هشام المفتي، احسن شيء في الناصري هو عدم التواصل، ما مسوق لحد الخدمه تتكلم عليه. حاجه ويرنز، بغيت نشارك معكم الحوار في المباشر كيف نعمل. سيمو ادي، برنامج ودادي 100%، شكرا لكم. حمزه حركاس، انا كنت من المتابعين ديالك ايام وداد كلوب، صاحب الجرائد ها هو جا. زيدك يلا اول جرائد النصير يساوي الغموض. الاسماء كريم ولاو كثيره بزاف هاد الايام. يلا زيد سعد سعيد واخويا خاصنا سعود ديال بصح، رشيد عزيز ديما وداد، شعيب الماموني الناصري معلم الدقوسكات، صاحب الجرائد الناصري يعطي الفلوس واللاعبين يتقاتلوا، ميلود الرياحي السلام عليكم، جواد الرايف حكم مباراة العودة بين الوداد الرياضي ضد حورية كوناكري بعد تعييني منذ أسابيع، أصبح حكم لمباراة عودة بين مازامبي ضد سيمبا التنزاني، لحد الآن لم يتم تعيين حكم الإياب. ودادي وبخير. الناصري عارف علاش مشى خويا كريم، شحال من حاجة كتوقع في الكواليس ديال الأفارقة مع الحكام. صاحب الجرائد بوجه لك رسالة، قال لك ستي كريم مالك مخاصم مع صاحب الجرائد؟ لا ما مخاصمش معاه، لا ربما ما شافش الميساجات ديالك فقط اخي، ربما ما شافش. لا ما مخاصمش معاه، لا بالعكس، صاحب الجرائد صديق ديالنا. سوفيا الحر، حيت عندنا الاليانز ارينا والويمبلي والبرنابيو سان سييرو والاولمبيكو وكونستاد فان دي ستوك دالوش حديقة الأمراء لوجينكي، اتقوا الله، معظم الأندية تلعب مباراة واحدة في ميدانها والباقي تنقلات مصيبة، حتى أن أوقات المباريات لا تناسب الكثيرين حسب ظروف العمل والدراسة. ناهيكم على أن أشهر ملعب في المغرب تقفل أزيد من 6 مرات في آخر 5 مواسم ويقفل لأجل القفل بذريعة الإصلاح. هذا كله في بلد كل 4 سنوات يقدم ملف تنظيم كأس العالم. يا ناس، المشكل الرئيسي ليس في طريقة بيع التذاكر، المشكل في نوعية البشر التي تشرف على عملية البيع، المشكل في المنظومة، المشكل العظيم في تسليم أمور غير آلية. تحية سوفيا الحور، دائما متميز في كتاباتك، أرفع لك القبعة. واخا الاخوان كاع الاسئله اللي عندكم بالنسبه للبرمجه ديال الديربي غنهضروا عليها حتى هي، غير نحترموا التراتبيه باش ما ندوخوش. سي حمزه عنده مشكل ديال، ولكن هو معنا. واخا نمشيو بالنسبه لمناف المعد البدني اكد ان الوداد بألف خير يعني بدنيا. انا بصراحه كانوا خالعيني الوداد، قلت انا يعني الدوزيام ميطا ممكن هذا، ولكن الحمد لله
يعني بدنيا العمل اللي كيقوم به يعني مناف برافو يعني من بداية الموسم ماشي غير هذا العام يعني مني جاء تبارك الله المستوى العالي. ناخذ الرأي ديال السي حمزة. فعلا سي كريم كاين واحد الملاحظة أنا تجيني صراحة كلمة مفتاحية في نجاح الوداد خاصة عند البير اللي يديروا على المستوى البدني. ف كمعلومة في شهر فبراير الماضي في الوداد لعب 7 مقابلات رقم اللي شحم واحد ما رجعش البال هو رقم بالنسبة لي اللي كبير وكبير بزاف أنك تلعب مباراة كل 4 أيام في شهر وفي بطولة اللي نورمال الريتم ديالها ديالها ومنذ عرضنا البطولة الوطنية فهو يعني تم بطيء وحتى اللاعبين وحتى من تيوليو أنهم خاطرين أو لهم تعمر طويلة في هذه البطولة فتكون صعيب عليهم يلعبوا 5 مباريات أو 6 مباريات شهر في 7 مباريات بدون أي مشاكل وتدخل على الشهر اللي وراه تلعب مباريات ديالو وفيها تنقلات اللي ذات مسافات كبيرة فهذا شيء تخلي أنه أولا تبين عمل كبير ديال المعيد البدني ديال الليلر ثانيا وهم الوداد فصراحة شخصيا شحال واحد تنبان ليه متشائم وعندي واحد النظرة سلبية على الفريق وأنا باغي ليه الخير ولكن بغينا ونطلعنا فالوداد غادي في واحد الخط وغادي يكون شخصية اللي مابقاش شخصية بطل فقط وإنما شخصية الفريق مختلف فريق اللي ما عندوش مشاكل يلعب جدول مباريات مزدحم ورغم عن كل المسافات فهو عمره ما شكا عمره ما بكى فكان ولات يلعب كثر ليها والأهم لهذا الشيء أنه في هذا شهر فبراير 7 مباريات في 28 يوم بدون تحقيق أي خسارة وهذا ما يلخص العمل ديال مناف الابتسام في أنه يرقى بالوداد المكان اللي خاصه يكون فيها مش حالي. بالنسبة لنفس في نفس السياق سي محسن واش مناف ولا الأجهزة الحديثة اللي الوداد سمعنا أنها جابت بعد واش هي كومبينيشن ديالهم بجوج ولا يعني ما غنبخصوش العمل اللي كيقوم به مناف ولكن حتى الأجهزة حتى هي عندها دور وشفنا يعني الأجهزة متطورة على مستوى ما رأيك السي محسن؟ وهو تنظن أخوي كريم في المستوى ضروري فريق من حجم فريق الوداد الرياضي أخوي كريم خاص يكون عنده أحدث الوسائل ديال ريكوبيراسيون وكذلك حتى الوسائل ديال التدريب فتنظن كما ربما أنا مناف ما غنهضرش عليه لأن حمزة راه ديال كلشي غير هو المسألة اللي نقدر نضيفها أخوي كريم هو أن حتى ربما لاسبي ديال هذيك لا غرينتا أخوي كريم لأنك كتشوفوا أولا قريب من اللعابة وتيزرع حتى في اللعابة داك الحماس كتشوف حتى في الوقيته لي شو هدف التسخينات ديال اللاعبين وداكشي تحس اللاعبين كافه اللاعبين كتحس بهم اللي تيدخل بحال تيحفزو يعني هو بحال قلنا هذاك الطاقم كاين واحد الانسجام كبير وكاين واحد كاملين ربما المجهود ديالهم كيصب في جهه وحده وهو ان اللاعب اللي يدخل خصو انه كما تنقولوا انه يعرق هذاك التوني يعني خصو كما تنقولوا ريشو يحطها في التيران فتنظن هذه فرمي الحوايج الإيجابية اللي في مناف وكذلك البنزرتش ربما سي حمزة هضر على واحد النقطة ديال أن فريق الوداد دابا ولا ربما أي مقابلة كيمشي يقلب على الانتصار تنظن أنا حتى العقلية ديال البنزرتشي وهذه هي اللي ربما كتكلمها على مدربين كثار دابا في الوداد لأن البنزرتشي الحاجة اللي فيه زوينة هو ثلاث نقاط كيمشي يقلب عليها سواء داخل الميدان أو خارج الميدان صف حالة وحدة إذا كان الفريق الأدفيرسير ديالو ربما مستوى اكبر تما كيكون شويه ديال ربما ديال كما تنقولوا تيفكر اكثر غير ما ننساوش واحد القضيه انا كنعاود ناكد عليها اخويا كريم لو البنزرتي كان عنده ان فون سونتر وصانع لعب عنده واحد الفيكتيف اللي غيش كما تنقولوا راه كان انه نقدر نقول كيصوت في افريقيا اخويا كريم ماشي غير في البطوله الوطنيه واخا يصوت في افريقيا واخا ما ماشي مشكل واخا ندوزوا ندوزوا للوداد الوداد والمجالس المنتخبة وهذه المسائل هذول الفلوس سمعنا الوداد قال لك آخر أخبار إلى دازت الدومي فينال ممكن يتحل مركب محمد الخامس عندكم شي أخبار اللي عنده شي أخبار يعني هذا آخر أخبار كتقول أن المركب ممكن دومي فينال يقدر يجمعوا ذاك الحديد ويجمعوا ذاك الشيء ويجيبوا مع يعني الداخل راه مقاد كنظم تيران
ولكن هذا الشيء اللي سمعنا، واش عندكم شي اخبار الاخوان؟ سي كريم، بالنسبة لي غنجاوب على هذا السؤال بحكم المعرفة ديالي بعض الأمور الشخصية. فالشركة ديال كذا، ديك الشركة المكلفة بالإصلاح، فهي قلصات عدد العمال، هذا من جهة. كذا اميناجمنت قلصات عدد العمال، يعني اللي بغى يسرع في وتيرة العمل ما غاديش تقل العمال، هما أصلا كانوا قلال وكتزيد تنقصهم. المسألة الثانية أن الوداد ياك، ما خلاو دوك المزيانين زعما. لا 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 لا، المشكل النقاش اللي لا واقيلا كينقشوا، ياك ما كينقشوا هذاك، راه دابا الفينيسيون كيبدا داك النقش، يعني ممكن داك صعب النقش كيكون. كريم ياك ما خلاو العكس، ياك ما خلاو دوك اللي تيخربوا اخي كريم. هو والله ما فهمت انا الدور، راه غندخلوا كما قال سي الصطيفي اليوم، غندخلوا لكينيس ريكور ان 4 سنين كيصلحوا الناس، راه بناو عندنا حنايا هنا في واشنطن، بناو راه درت واحد الفيديو، بناو تيران 3 اشهر، بناو تيران اللي كيلعب فيه دابا روني مع واشنطن. اذا نسدوا هذا القوس، ولكن غير واش سي رشيد، ما تدخلش ليا في داك الشيء الاخر، غير قول لي واش هذه القضيه سمعتيها ولا ما سمعتيهاش، بلا ما ندخلوا في الحديد وداك الشيء ديال. لا ما نهضرش على الحديد، انا غادي نهضر معاك في مساله اخرى. فكاينه مساومه اللي خبيثه، كاينه مساومه خبيثه، اما غتوافقوا اما غنجيك من الاخر، لاننا حنا هنا في ماروك سبور 24 راه ما عندناش لغه الخشاب، واي كلام واي اخبار واي شيء طرحناه هنايا والناس راه كيشهدوا علينا فكتكون صحيحه مليون في المئه، ما كتكونش شي حاجه خاطئه. الوداد كتعرض حاليا للمساومه، اما توافقوا على العرض اللي تقدم الوداد ماليا وتسدوا، ما تبقاوش تهضروا على الامور الاخرى، وغنحلوا لكم ملعب تلعبوا فيه الدومي فينال او الفينال. هذه مساله منتهيه، اما اخبار جديده ومؤكد منها. استاذ النصيري اكد عليهم على 2 مليار و800 مليون سير طابل. قال لهم؟ قال لهم 2 مليار و800 مليون، والمعامله بالمثل، واللعبته في قندهار ماشي مشكل. واخا وهذا الشيء انت كتحمل المسؤوليه ديالك السي رشيد. حنا هذا الشيء راك عرفتي، اي خبر كنجيبو حنايا الا هو كيكون غايجيك عمر، راه غايجيك عمر وغادي يدخل معك شي طاب وشي مطاب. واخا بالنسبه للخبر الخبر كنقولوا حنا صحيح، حنا ما عندناش مشكل، اي واحد اي انسان كيقول الخبر ديالو. واخا غير بالنسبه لهذا الشيء دابا اللي واقع، وهذا شد الحبل، وحنا عارفين اللي كيقوم بهذه المسائل، هاد الحوايج هادو راه معروف، لا مجال باش نذكروا الاسماء، المهم راه الناس عارفين. اذا هاد الحوايج هادو دائما الوداد ملي كدوز هاد المرحله، كتوصل لهاد المرحله، اللي كيحارب الوداد دائما اللي كيحاربوها من الداخل، ما يعني مازال كون كانوا يعني دول اخرين ولا افارقه، ملي كيقول واحد تصريح ولا كيقول شي واحد شي حاجه نقدروا القول، ولكن اللي كيحاربك من الداخل يعني كتولي مشكل كبير، وهذا الشيء راه معروف. واخا ناخذ الراي ديال سي حمزه. حول هذه المساله هذه ديال الملعب، ف باختصار، ف للاسف اننا اللي مغمم على ما اعتقد احنا في الموسم الثامن او التاسع في البطوله الاحترافيه، وتنشوفوا ان اللي نورمالمون تي يعتبر من اللي ملعب ديال قطبي ديال الكره المغربيه ماشي ديال الكازا، و تيطراو فيه هاد المشاكل هادي وهاد التحيزات الى ما غير ذلك. هادشي بشكل عام، ولا شنا بشكل خاص، فلا على خوف كبير من غير اننا جمهور تيحمل كاع المتاعب او انه تيحضر ديما الى غير ذلك، وانما حتى الوداد فعندها الجمهور هذا اللي تيقولوا ديما مساندة، فهو ايضا اللي غيحميها وغيجيب انه يخلي الحق ديالها يرجع في الملعب، اللي سواء انه تمشي الرباط والملعب ممتلئ، ان انه خاص حتى من جانب المكتب ان الوداد انه يطالب بتعويض الضرر، حيت ضرر كبير لا سواء على الميزانيه ديالو وايضا على حتى ديال الفريق اللي تندخلو في دونور. فالتيران كامل تيعمر يعني دعم من نوع اخر، وايضا ميزانيه من نوع اخر.
فتتقدر الضغط من جانب المكتب الشركه المكلفه باش انهم ايضا يبينوا لهم ان إيه احنا تلعبوا في مدينه اخرى وخارج مدينه الدار البيضاء وتنربحوا دائما في عمر تيران، ولكن هذا الشيء ما يعنيش اننا راضين على الوضع، لان المركب اللي تنستقبلوا فيه منذ الازل فهو غيبقى نتعاملوا معاه بالطريقه، خاصه اننا وصلنا لمراحل اللي حال ربع نهائي دابا نصف نهائي، وشفنا في 2017 كيف كان التاثير الكبير يعني في دونور. فهذا الشيء واخا سي محسن، بالنسبه ل واش كتوقع الوداد الاصرار ديالها على 2 المليار و800 اللي باغين يديروا لنا فيها نوضو نوضو، والوداد محتاجه لهاد الفلوس هذه، والاصرار ديال الاغلاق هاد الملعب هذا، ما رايك انت؟ هو اخوي كريم ربما الاستمرار ديال اغلاق المركب ديال هذا استاد دونور اخوي كريم، فتنظن هناك اسباب اللي ربما ما عندهاش علاقه بالاصلاحات اخوي كريم، لان تنشوفوا حتى واحد التدوينه ديال واحد المنخرط سابق والفريق الاخر اخوي كريم راه محامي، وشنا ربما ديك الصيغه باش كتب هذيك التدوينه اللي صراحه ما فهمتش هذه القضيه ديال الفريق الاخر، وقول الرجاء علاش من الفريق الاخر؟ انا كلي باش ما يتقلقوش الاخوان ديالنا الرجاء، ولكن علاش كتقول فريق اخر؟ بالعكس الا قلتي الرجاء كتعطيه القيمه ديالها، ولكن الا قلتي الاخر بحال سميت والله يديك السي محسن تقد كلي. شوف الله يديك، شوف خويا كريم، غير لان خديت لونغاج ديال ربما غير الكلمه ديال هذاك المحامي، لان المحامي دبر راسه، ولكن غير لا. يعني شوف كريم الفريق الرجاء خصها تعطى الفريق الرجاء وناقش وقول ماشي مشكل، كمل كريم تعرفني انا كنحترم جميع الطرق، واخا نكمل اخويا كريم، غير هذيك التدوينه والطريقه هذيك الصياغه اللي دار وهذيك الكلمات المصطلحات اللي استعمل، ربما صراحه عيب وعار على انسان اللي ربما يمثل مهنه كالمحاماه باش تكتب هذاك الاسلوب صراحه الرديء واللي فيه اهانه، لانه صب رئيس الوداد، صب رئيس الجامعه على كل، والاكثر من هذا هادشي ما كيهمش، انا اللي كيهمني في هادشي كامل اخويا كريم هو المساله ديال انه تيحلف ان التيران ما يتحل، يعني دونك وهذا كنعرفوا انه كان قريب من الرئيس ديال الفريق الرجاء، رئيس سابق ديال فريق الرجاء، وهذاك الرئيس كان هو كيستشف الوداد. على كل هنا كتبان ان هنالك ربما امور اللي لا علاقه لها بالاصلاحات ديال الملعب، فتنتمنوا ان الناس مسؤولين كلشي باش كتعجبك الوداد كتبين في التيران، فهمتي؟ هذا هو هادشي اللي الناس ممكن ما كيتغاضوا عليه، يعني شتي مهما تقول ومهما دير ملي كتجي الارقام يعني لا نقاش، ما كنقدرش تناقش، تقدر تناقش اي حاجه وتقدر تطعن في اي حاجه الا في النتائج ديال 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 الوداد هذه اربع سنوات، ما يمكنش تناقشها. كمل سي واخا خويا كريم، غير باش نكمل الفكره خويا كريم، هنا ربما غير انطلاقا من هذوك التدوينات ديال هذا اللي كان منخرط سابق في الرجاء، تيبين ان هنالك ربما ايادي خفيه اللي كتخلي ان الملعب مغلق. اضف الى ذلك اخويا كريم هي هاد التعويضات الماليه، لان لا يعقل اخويا كريم فعلا هنالك تضارب في الارقام، لان كاين اللي تيهضر على 2 مليار و800، كاين اللي كيهضر على مليار ونص، كاين بزاف الارقام كاينين، ولكن من تنجيو تنعطيو الفريق الوداد تنجيو تنقول له غنعطيوك مثلا 200 مليون لقدام الناصري اولا مليار وغتقسموا مع فريق الرجاء، قبل ما يتمسك الناصري بانه ياخذ نفس لي مونطون اللي خدا فريق الرجاء، هنا ولاو تيقولوا لي غنعطيوك مليار. احنا اللي تنتمناو خويا كريم غير الامور تكون واضحه، فريق الرجاء الدعم اللي استفاد منه خاص فريق الوداد يستفاد، لان هنا غنوليو نضربوا المبدا ديال تكافؤ الفرص، وغنوليو غندخلوا في حسابات اللي ضيقه، وغندخلوا في حسابات اللي ابعد من كره القدم. فتنتمنى انا من المسؤولين اخويا كريم المقابله ديال هاد المقابله دونك غتلعب في مركب مولاي عبد الله، دونك المقابله ديال النص ان شاء الله تنتمنى ان فريق الوداد يدوز، خاصه ضروري تلعب تما، ولكن الاهم من هادشي كامل التعويضات اللي تلقاهم فريق الرجاء خاص فريق الوداد يتلقاهم، لان ما نساوش راه اكبر متضرر من هادشي كامل هو فريق الوداد. شوف الله الحب قلتها لك ديك المره، الله يجازيك بخير، هضر على الوداد واخا خويا كريم. شوف الرجاء عنده ناس كي يعني كيدقوا البيبان وعارفين اش كيديروا شي شغلهم، حنا هضرني على الوداد، الى الوداد يعني قادره تدق البيبان وتا هي تاخذ كثار من داكشي خاطر الله يكرم، اما تقول لي داكشي اللي عطيتهم عطيهم ماشي شغلنا. كريم 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 كريم
واخا سي معك واحد المساله راه كاين واخا واخا سي رشيد واخا واخا الفكره نخلي وتكمل الفكره ديالك فكره اخيره سي محسن سي كريم هذه القضيه راه ما فيها لا دقان ابواب لا سائله والو هنا راه حنا عارفين الامور كيفاش عارفين الامور كيفاش كتمشى عارفين شكون اللي تدخل لا غدا شوف راه ملي كتبدا كتقول داكشي اللي عطيتي لهذاك اعطيه ليا داكشي اللي عطيتي لفلان اعطيه ليا راه كتقول لي بحال بعجاله بعجاله السي السي رشيد بعجاله بعجاله وخلي الكلمه ديال محسن نكمل لا انا غير كملخص شتي 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 انا كنحترم اي مسير مشى دار مشى جاب الفلوس من شركات خاصه اما باش تمشي تقول لي نجيبهم من الدوله وتجي تقول لي لا انا درت مجهود اذا انت رجل سير ما درتي والو راه عطاوك واخا واخا والانديه الاخرى صافي سي محسن اي واحد اللي كان في شويه يجوا صافي سي محسن كمل غير باش نوضحوا لان راه اكثر المتضررين هو فريق الوداد راه ما تنساش اخويا كريم راه الدومي فينال اللي خسرنا مع طوشاك كنت الزمالك اخويا كريم كنت لعبت ستاد دونور غدا تجبدي داكشي ديال طوشاك وهذا الله يهديك اصاحبي اسمعني اسي رشيد الله يجازيك بخير خلي السي محسن يكمل هضر معايا في هذه النقطه هذه الله يجازيك بخير باش ندوزو عندنا الاخبار وعندنا بزاف د المحاور باختصار اخويا كريم فريق الوداد اكثر فريق متضرر لان في العصبه ضاعت لنا السباب ان لعبنا في مركب مولاي الامير مولاي عبد الله كل لعبنا في ستاد دونور كنا غنتاهلوا وغنفوزوا على فريق الزمالك في 2017 مقابله لعبوا خارج الدار البيضاء لان الماتش ديال سان داونز وكذلك بعض اللقاءات في المجموعات 2018 هذه السنه نفس المشكل فتنتمنى انا من مسؤولي لان فريق الوداد راه يمثل المغرب اخويا كريم ما تيمثلش غير الجمهور ديال وداد الامه راه كيمثل الصوره ديال المغرب اخويا كريم واخا المهم الصوره ديال المغرب انا المهم عندي هو هاد المسائل اللي قلنا كاع كلها كتصب في نفس في نقطه واحده هذا هو المهم يعني ما كنبغيش نهضر في هادشي بزاف لان عنده المختصين ديالو وعنده الناس اللي كيهضروا عليه انا كنظن سعيد ناصير راه ما غيتزاقلش راه درهم ما يتزاقلش فيها فهمتيني ممكن هو واخذ وقته كلشي غادي مزيان كلشي هذا يعني بخير ما عندناش مشكل ولكن راه كما كنقولوا راه حقه غادي ياخذوا والوداد غتاخذ داكشي اللي كتستحق راه غادي تاخذوا بلا بدون ما نكثروا اكثر الهضره واخا نشوفوا سي حمزه الى لان ممكن الوقت تاخر وكنعرف سي حمزه كان جاي من السفر ويلا دخل الدار البيضاء وعيان شويه يعني وقت ما بغيتي هذا ما كاينش اشكال المهم خدناك يعني على غفله كما كيقولوا ولكن راه الناس قلنا شحال هذه باقي معكم دابا باغي نمشي راه خلاص عندنا نمشي مرحبا الان راني باقي معكم راني واخا الا عندك شي نقطه في هذا الشيء اللي هضرنا فيه السي حمزه الا عندك شي كلمه باش نسدو هذا القوس هذا وندوزو للاعبين والغيابات والمسائل الا عندك شي نقطه من الاحسن انا نشوف الراي ديالي عطيته حول هذا الملعب وحول هذه الفلوس فمن الاحسن ندوزو شرب اخويا رشيد شرب راك سخفتي راه خديتي الكلمه ديال عمر وديال محسن وديال حمزه ودير كلشي اسمح لي سي حمزه اسمح لي محسن اسمح لي عمر مرحبا واخا بالنسبه المهم بغيت ندخل لهذه القضيه ديال جبران يعني شفنا بعد تدوينات شفنا بعض الصور شي مواقع كيهضروا على جبران هود ليسبوار بنزرتي مشكل هذا يعني واش جبران سيكون حاضر في اللقاء القادم بعد سينا في العقوبه ديال الكاف وهي انذارين يعني انا اللي كان في خباري هو هاد الانذارين ولكن اذا كان شي حاجه اخرى عندكم يعني قولوا لي نبدا بالسي حمزه انا شوف اللي عندي فانا فحالي في حالك على مساله الانذارين نزيد واحد المساله اللي هامه فدائما في الوداد في المواسم الاخيره بحكم انه السير اللي ولا غادي فيه والنسق اللي متلعب فيه فبطبيعة الحال كاين ناس اللي انهم ماشي من صالحهم سواء انهم يعني هم او الى ما غير هما تيتبعوا واحد الاساليب اللي اعتبروها عاديه وشيئا ما واخا تعجبش بزاف الجماهير ان شي تيبغي يشوش على شي ومن بين هاد السبب لان طرف تيخرج اشاعات اخر وهاد المساله ماشي عسنا اول موسم تقريبا 3 سنين كامله فالوداد
اخر موسم ديالو من النسق التصاعدي وغادي نحو واحد الهدف اللي قريب ليه، فتتخرج بعض الاخبار ما تعرفش الساس ديالها، والهدف ديالها هو انه التاثير على الجمهور العام، مخاطبه العاطفه ديال هذا المشجع الودادي اللي بزاف منهم اللي عادي غيقرا اي خبر يقدر يتاثر به، يقدر يسمعوا، يقدر الغرض من هالشيء انه يشكل ضغط على الفريق ديالو وانه يبدا يشك في الفريق ديالو. فبخلاصه خاصو يعرف ان الجمهور الودادي في هذا المعرج الحاسم، فاي خبر من الصفحات اللي تتكون يعني عاديه وانعم من صح من مواقع الكترونيه ومن كما تنقولوا اعلام رياضي في المغرب، فهو بعض المرات تخرج شي اخبار للاسف انها تخرج منه كمنبر اللي تلقى بعض منابر عفوا اللي معروفه، ولكن اللي خاصهم يعرفوا ان هاد المسائل فهي غير من اجل انه يشكوا يعني في الفريق ديالهم، وانهم يبقى عندهم واحد التوجس، وانهم يخلقوا ويدفعوهم انهم يضغطوا على الفريق ديالهم، سواء من ان خبر مغلوط بشي حادثه طرات او ان فلان ما كاينش باش يخليو الجماهير تهيج على الفريق ديالها، هو غادي في السكه الصحيحه. اللي خاصو يعرف الجمهور انه يبقى ملتف على حول الفريق ديالو، حنا في منعرج حاسم سواء في البطوله سواء في دوري الابطال افريقيا، هاد جوج منافسات اللي غيساليو في شهر ماي، يعني راه ما بقى والو ومباريات كثيره غتلعب قادم يعني الاسابيع، دونك الجمهور خاصو يكون ذكي، خاصو يبقى وراء الفريق ديالو، ما يتسوق حتى شي حاجه برا، لان فعلا هذه الفتره اللي خاص ان الجمهور يركز مع الفريق ديالو ويعرف التشجيع فقط، لان كما قلت لك نهايه الموسم في المسابقات الهامه للوداد فهو قريب وقريب بزاف على بعد اسابيع قليله. السي جواد الريف قال لك خويا كريم عيب تكلم على جبران كيتدرب مع فرق، راه ما فهمتينيش السي جواد، انا قلت بعض المنابر ماشي انا اللي قلت، راه قلت بعض المنابر هي اللي كتبات ان جبران كيتدرب مع فريق الامل. السي جواد الريف صديق ديالنا بطبيعه الحال، تحيه لك جواد، راه ما قلتش انا هذا الهضره. واخا بالنسبه للجبران، واش يعني الوجود ديالو في لقاء الاي اف سي يعطي حلول البنزرتي السي محسن؟ هو اولا اخوي كريم لو سمحتي لي غير نوضح القضيه ديال جبران. اولا بالنسبه لدوك المواقع اللي كيتحدث اللي هضروا على هذه القضيه، دونك بلا ما ندوي عليهم، لانهم كل سنه وغير مؤخرا كيخرجوا لنا الاشاعه، فراهم باينين المواقع اللي ما عندهمش وزن، وحنا كنعرفوهم ربما عندهم انتماءات على كل، ما غندخلش في هذه الديتاي غير باش نوضح، فهما كيحاولوا انهم يضربوا الاستقرار ديال فريق الوداد ويخلقوا بالباله ومشكل بين المكونات ديال فريق الوداد، لا بين الرئيس لا بين الجماهير، فتنظن هذا هو الهدف ديالهم، غير باش نوضحوا اللاعب جبران من ان تشاردو. شوف خويا كريم، اللاعب جبران الى ترينا مع ليسكوا راه الفريق كان في غينيا، واش اللاعب يمشي يبقى ناعس في دارهم تنهار الماتش ديال السبت الجاي وعادي يجي يدخل مباشره الماتش؟ راه كيترين، راه خصو يبريباري، راه حاجه عاديه. غير هما هذوك المواقع اخويا كريم تيحاولوا ياخذوا هادشي باش يخلقوا البلبله، لا جبران عنده مشكل مع البنزرتي، لا البنزرتي ناقص، لا عنده مشكل مع الرئيس، هذا باش ربما نشوشوا على الفريق، لان كما قلت اخويا كريم راه هذه العلاقه ديال هذه الاشاعات اللي كاينين وكذلك الاغلاق ديال الملعب، راه هادشي كامل كيدور في واحد ربما في واحد الحلقه اللي تتهدف هو الاقصاء ديال اقصاء فريق الوداد الرياضي من كافه المنافسات، لان النجاح ديال فريق الوداد اخويا كريم راه كيضر بزاف، ربما كيضر بعض الناس وكيهدفوا ربما لانهم الفريق الوداد انه ما ينجحش. رجع للمساله ديال المساله التقنيه ديال جبران اخويا كريم، هضرتي ان ربما الحضور ديالو، تنظن ان اللاعب جبران لاعب اللي متميز، عطى اضافه لفريق الوداد، فتنظر الحضور ديالو يعطي اضافه، لان لاعب اللي تيخرج الكره مزيان وحنا محتاجين ان جوار دو كونترول كما قلت البارح جبران، ان جوار دو كونترول، لعبتي كره السي محسن كتعرف هاد الحول وكتعرف لعابه بحال هادو اللي كيخرجوا كما قلتي كره يعني من لاطاك رابيد لاطاك ديريكت، المهم هادشي معروف تقنيا، يعني لعاب يعني واش 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 الوجود ديالو في لقاء الاياب غادي يعطي الحلول للبنزرتي؟ هو الوجود ديالو اخويا كريم غيعطي حلول، لان تنعرفوه لاعب لي بوليفارون، تيلعب الفلاكس ديال لا ديفونس، تيلعب في الميليو، لا قدر الله وقع شي مشكل مثلا لاعب اللي تقاس ولا شي حاجه يقدر ياخذ المكان مثلا ديال ان ديفونسور، وكذلك في الميليو لاعب اللي ربما غنحتاجو لا بوزيسيون دبال في المقابله اخويا كريم، خاصه والبنزرتي كيلعب راه كنعرفوه كيلعب كيقبض كره وكيدير داك الضغط العالي، فلاعب اللي عنده لا فولونس زويونه، يعني لا كونستركسيون ديال اللعبه اخويا كريم غتكون مزيانه،
فتنظن، ومنها انه باش يزيد ينسجم مع اللاعبين الاخرين. ان شاء الله جبران كيبقى ربح كبير لفريق الوداد ولاعب لي مؤثر اخويا تاعي. واخا سي رشيد، واش الغياب ديال جبران اثر على الوداد بطبيعه الحال، ولا واش غادي يعطي يعني بالنسبه لك انت يا باش نهضروا على بادي او كنهضروا المهم غير بيقول بالنسبه لجبران؟ وبالنسبه لجبران حنا كنعرفوا هذيك الهاله الاعلاميه اللي تقامت عليه قبل ما يجي الوداد، جبران غيوقع هنا، جبران غيمشي هنا، جبران غيمشي هنا. انت دخلتي ليا انت جبران وداد، انت دخلتي ليا الحوايج. انا مقدم، قبلاتي انت مقدم. وسي رشيد، وسي رشيد، واش حنا المقدمه؟ يلاه بدينا، وتا حنا مشينا دابا راه قربنا نسالي، وتا كتهضر لي على جبران مني كان غيسيني، ودابا جبران. انا ما خليتنيش كملت الجمله صاحبي. سير سيدي سير، خليني نكمل الجمله. كمل. قلت لك الهاله الاعلاميه اللي تبعات جبران قبل ما يوقع الوداد هي اللي وقعت دابا حاليا. الى جبران ما تريناش مع فريق الامل، مع من غيتريني؟ وان معظم اللاعبين مشاو لغينيا، هو عنده جوج انذارات، فين غيتريني؟ تريني بوحدو. فمن الاحسن انه يدير التدريب ديالو مع فريق الامل. بالنسبة لجبران، جبران كإضافة هو إضافة لأي فريق، ماشي غير الوداد، أي فريق يلعب ليه جبران إضافة. فربما يقدر يتوعد لك السعيدي، يقدر يتوعد لك. حنا شفنا البنزرتي بدل إبراهيم النقاش، خافوا ليه شد لي وإنذار ثاني ويطرد من المقابلة ودخل الحسوني. فلو لو كان جبران حسوني صاحب محسن، جبران يدخل. قول غير صاحب محسن، حسوني هو صاحب محسن. هو المترجم يا اخي كريم، هو المترجم. شوف مترجم مسكين، يلاه جا مسكين، صحيحه على قد الحال مسكين. راك عارف دوك اللعابه بحال هذوك كيكونوا رقيقيه، خصو يكون تيران جولف وازور، خصو يكون داك الشيء، فهمتي؟ مسكين ما عنده الصحه، غادي كونتاكت، عرفتي دوك الافارقه يعني، راك عارف فهمتي، جنوب الصحراء. راه حنا كنا افارقه جنوب الصحراء، اللعابه ديالو باقي صغير اخويا كريم، مازال يستافد، مازال باقي صغير، مازال يستافد. واخا سي رشيد كمل لي هذه النقطه باش ندوزوا للاعبين، باش ندوزوا جبران. وجبران ان شاء الله غيقدم واحد الاضافه قويه للوداد، وغنشوفوا غيكون حاسم مع الوداد في اللقاءات القادمه، لان البنزرتي اصلا كيعزازين عليه اللاعبين اللي كيلعبوا الكره بطريقه جبران. غير هو خاصو يشتغل على واحد الطريقه ديال افتكاك الكره، ماشي يكون اغريسيف بحال النقاش ويلعب الكره بعقله بحال جبران. كما كان اللعاب هذا الا بغيتي تشوفو خاصك تشوفو في التيران، فهمتي؟ يعني صعيب باش تشوفو في التلفازه، لا شتي في التيران يعني كيبان لك التحركات، كتبان التحركات احسن من شوف والله اشوف ما نعينوش. راه شفنا شي وحدين بقاو كيهضروا لنا على بديع اوك ما كيدخلش، بديع اوك ما داروا عندنا التشويش، حتى مسكين دخل خلى رجلي. واخا هذا ندوزوا للبديع اوك، تحسن ملحوظ في الصحه ديال بديع اوك، وهل تعتقد يعني توقعوا انه يكون جاهز اواخر افريل ام سيخرج الى الراحه حتى نهايه الموسم؟ ما رايكم؟ بالنسبه لبديع اوك ما كيبان لي انا ما غاديش يمشي، ما غاديش يكون سي رشيد. وتسالينا معاك وبدينا معاك، شتك وليتي معايا في حوار اخذ ورد. يلا سيدي قول من خسرت خاطرك، يلا سير سيدي سير. وبالنسبه لبديع اوك، كنعرفوا انه لاعب موهوب وناض عليه، ناضت عليه واحد الضجه الكبيره. بالنسبه لي انا كنظن ان ارتفاع النسق ديال اللقاءات في الشهرين الاخيرين ديال البطوله ولا في عصبه الابطال، فغيكون من الصعب ان نشوفوا بديع اوك يلحق بالفريق ولا يلعب مقابلات. ربما ياخذ تدريب او التدريب مع المجموعه مع الفريق الاول، ولكن باش يلعب مباريات كتبان لي صعيبه جدا. واخا هذا وجهه نظر ديالي. واخا نشوفوا السي حمزه، ما رايك بديع اوك؟ واش يقدر يرجع؟ صراحه للامانه انا الا فكرنا من جانبين، سواء من جانب اللاعب المصلحه ديالو او من جانب الفريق المصلحه ديالو. من جانب مصلحه اللاعب
فبحكم ما عرفناش حنا بالضبط بالتفصيل الاصابه ديالو الى اي مدى خطيره، هي ما دارش بها عمليه جراحيه، ولكن تيبقى له ريسك انه في الريكوبيراسيون خاص يكون بزاف، بما انه ما دارش العمليه الجراحيه، وخاصه انه تكون دوك لو ريسك اللي تقدر تعاود ليه نفس الضربه. هنا تكون الحيطه والحاضر ان اللاعب ما يتحركش وما يحرقش راسه قادمه يلعب فيها، مازال الموسم الجاي ايضا يحتاج الوداد الى ما غير ذلك. من ناحية مصلحة الفريق تنشوفوا واش فعلا الفريق محتاج بديل عوك. إلا شفنا في التشكيلة فللأمانة بحدود الساعة فكاين أجنحة وكاين لي دوبلور ديالهم بلوز أو موان، كاين أوناجم وكاين الحداد وكاين في الاحتياط ديالهم المترجي وكاين تيغزوي اللي تيلعب أيضا في الأجنحة. فالفريق هو ما محتاجش ليه بديك يعني الدرجة الكبيرة، ولكن طبيعة الحال أي لعاب إذا كان توفر فهو غينفع، ولكن إلا شلنا شوية على المدى البعيد فمن مصلحة اللاعب أساسا ثم من مصلحة النادي فأنه ما يتمش أنه الاستنجاد به. فريمون كان تأكد تام أنه سيتعافى بشكل يعني تام، لأن الوداد فكما قلت لك الموسم ديالو غيسالي في أواخر شهر ماي، ولكن راه كاين موسم مقبل الموسم اللي وراه، واللاعب يلاه جهد الموسم هذا ومازال ما عطاش داكشي اللي متوقع، بدا يتأقلم فمازال الشيء كثير اللي عطيه. واخا سي رشيد، الى بانوا لك بعد لي ميساج مرحبا. سي عمر اذا كان ممكن تلتحق بنا لان وصلنا للفقره الاخيره الاخبار، باش نسمعوا السي عمر واش عنده شي خبيرات، لان حنا عندنا الاخبار ديالنا. ياك السي رشيد. كاينين بعض الرسائل شوف 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 لي ميساج، الا كان بعد لي ميساج راه يتمنى نصادفوا السي عمر. قرا بعد لي ميساج. ودادي بخير، قال لك تحياتي ليك خويا خالد. واك نور الدين، نور واك نور الدين، يعطونا 2 مليار و800 مليون بحال الراجا ولعبوا في الرباط تربحوا فيه، ما كان قولوش عليه مركب النحس. خالد نومار، سلموا على السي عمر. السي عمر عريس الليله. السي عمر الاسبوع الماضي كان حاضر في العرس ديال حداد، واليوم هو كاين شي عرس اخر ولا جيتي واش ترونسبور دائما هو المشكل السي عمر؟ لا فقط يعني خليتكم يعني تستافدوا من الاخ زحر، يعني الابداعات ديالو التعيينات ديالو يعني الغاية في الدقة، خليتكم على انكم تستافدوا راه تلتحق بكم. هذا شوف اللعابة الكبار يعني شي كي كبر بشي، يعني ملي كتكون لاعب كبير يعني ما عرفتش باقي معاكم ولا انت ما عرفت الصراحة. كاين معنا. لا شكرا بزاف، الله يكبر بك. الله يكبر حمزة. عرفناك اخويا في الباج ديال الوداد كلوب، يعني كنت كنشوفوا التعيلات ديالك تما سيرتو، يعني اللي كانوا قبل كانوا من المونديال ديال كلوب. المونديال كتبت لك قبيله ديك اوراتي في سكايا ولا اوي بي في سكايا، كنت سمعتينا به بزاف انا ذاك اللاعب ديال باتشوكا. تبارك الله على سي عمر، الذاكره عنده بعدا ذاكره قويه. الله سي عمر تبارك الله عليك سي عمر، وخلعنا به بزاف اخويا. واخا سي رشيد، الا كانوا لي ميساج، الا كانوا بعد لي ميساج نقراهم باش ندوزو الاخبار. والاخبار كاين جواد الريف. جواد الريف، نحن لا نبكي ولا نشتكي، كلنا مع فريقنا الغالي ووداد الامه. عبد الرحيم السعد، لا اسفي، الاخبار الصحيحه كاينه عند مول الجرائد. عزيز الكوادري، استي كريم، عاود نظر في التشكيل اللي معاك، واحد قهرنا بكلمات خويا كريم. شكون على ما كيهضر؟ ايوا اللي كي وما عرفناش اللي كيقول لك خويا، ما تبقاش تقولوا لي خويا، قولوا لي الكابتن بس يا عزيز يبقى على خاطره. كابتن ومحسن هو اللي كيقول لي خويا، وراه محسن خويا اسم خويا. نورواك نور الدين، المغرب يرتقي في سلم التصنيف العالمي بفضل مشاركات الوداد المتتاليه في عصبه الابطال الافريقيه، لذلك وجب معامله الوداد كفريق يمثل الرايه الوطنيه. هشام المفتي، البيع والشراء بدء من الدوره 24. انس لام، هضروا على 2 مليار و800 مليون. هضرنا على هادشي، هضرنا على هادشي، كما كنتم كتبغوا تبقاو تجبدوا لنا المشاكل. خالد نومار، اخ الضيف معلم، برافو عليك لحد كتابه هاد السطور. صاحب الجزائر 360 وتفو تي في هما سبب الفتنه. تجبدنا هادشي الله يجازيك.
انا كان ميساجات بالزربه كنقراو كل شيء، ما جبتش الاسماء روفيكس مسلم ديالك كل واحد يديها في روفيكس مسلم كل واحد يديها في البرامج ديال الفريق ديالو. توفيق بن البودالي وين متفقين، سفيان الحر اعطى الخبر ديال دخول سعيد الناصيري على خط ملف توزيع مداخل النقل التلفزيوني. انا سلام لو تاهل فريق جواد الريف، منابر معروفة لدى الجمهور وداد الأمة تنتمي للضفة الأخرى، صاحب الجرائد سي محسن سي رشيد سي كريم سي حمزة رباعي منسجم متكامل، تحية من صاحب جرائد لكم. نور واك نور الدين جبران كان متبع مع مناف برنامج تدريبي باللايف من كوناكري. جواد الريف نعم وجود جبران ضروري مع السعيدي والكارتي. نور الدين المدن يا اخي الصحافه ما عندها حتى تاثير على الوداد من غير الى روجنا لهم الكتب ديالهم. عزيز كوادري وبارك محسن خويا كريم خويا كريم. انا سلام راه قال لهم الركراكي الوداد اللي غادي يدي البطوله وكاينين فراقي غايب كيف الاخر. نجاح الوداد دار بزاف ديال الفراقي. عبد الرحيم السعاد لا اسفي هدموا الجرائد، قول لنا اسمك الحقيقي. ضروراته هذاك مول الجرائد ما فهمتوش ولا كيخرج ليا صاحب الجرائد. واخا صافي نكتفيو بهذا القدر ديال لي ميساج، لان سمحوا لنا الاخوان لان بزاف ديال لي ميساج، بزاف ديال لي ميساج كاع الناس اللي كيشكرونا يقول لك خويا خويا وهذا شكون هذا حمزه كاميني كتشوش علينا. واخا نمشيو للسي عمر. انا سولك انا شي شوش عليك اخويا كان مسولك، هو بغى يعرف ان ستيفان كاميني قال لك كاميني قال لك واخا قول لي انت قول لي شكون كاميني قال لك هبطوا على محسن ما بقيتش ندافع عليه. واخا نمشيو سيدي نمشيو للاخبار بالنسبه للمغرب الفاسي توصل بالمبلغ ديالو ياك السي عمر 300 400 و700. ماشي دابا اللي واقع دابا اللي واقع لا لا اللي واقع اللي واقع خويا كريم يلا سير نوضحوا الامر. اللي واقع هو لانه رئيس المنتدى اللي هو الجامعي وافق على التسويه الماليه بانه الماس اضطر على انه ولا دخل الامر الواقع وحاول على انه يغتنم الفرصه لان الماس يعني كتعيش واحد الضائقه ماليه في الوقت الراهي. على عكس من ذلك فالرئيس الفعلي اللي هو بنان ربما قال على انه الماس ما توصل حتى شي اتفاق مع الوداد وبالتالي هناك اخذ وجد يعني ربما ما كاينش واحد الراي اللي هو واضح يعني راي رسمي ديال النادي وبالتالي فنحاول اخواننا الكرام يعني غير باش نقل لكم الفكره. فالجامعي وافق على 437 مليون سنتيم بينما يعني بناني باقي كيطالب بجوج مليار يعني مليار وكنظن قل من شويه قل من مليار كيطالب تقريبا بواحد المليار ولكن توصلوا دابا على اخر اخبار كتقول بان توصلوا ياك السي عمر خادوا لا شوف كاين واحد التضامن لان طرف كيقول باللي خداو وطرف كيقول ما خداوش هما باغيين كنظن مليار سنتيم لانهم عندهم 25% دونك جيو واحد المليار. الوداد تعطي 437 مليون سنتيم داكشي اللي غالي اليوم في حقهم لكن انا الامور كنظن ان لحد الان فكاين تضامن ما كاينش واحد الصوماليه واضحه. واخا بالنسبه للسي عمر عن جريده ديربي فوت كيقول لك هاد المسائل. واخا نشوفوا بالنسبه للقاء ديال الوداد الحسيمه يوم 17 لقاء ديال الوداد مع الرجاء ديربي يوم 21 في مراكش ياك السي عمر. طبيعة الحال الوداد غادي تسبق وتاخذ ماتش مع اكادير ماتش اللي غيكون مؤجل واللي غيغيب عليه كوما نقاش واللي غيكونوا حاضرين في الديربي. باغ كونتر يعني الرجاء هي الاخرى غتخوض واحد اللقاء مؤجل ديالها قبل ما غادي تلعب ان شاء الله مع الوداد في الديربي غتاخذ المؤجل ديالها حتى هي يعني او كور دو لا سيمين وبالتالي كما ان الفريقين معا عندهم يعني غيكونوا متبوعين بزاف ديال الماتش من الديربي وهادشي يقدر ينعكس على الناحيه البدنيه. واخا بالنسبه لهذا واش عندكم اذا كان اللي عنده شي سؤال ولا اللي عنده شي تعقيب على هاد الاخبار هذه مرحبا بكم السي حمزه السي رشيد السي محسن راك معنا الا بغيتي سميتو غير شير ليا باش نعطيك واخا سينو غادي نبقاو غادي نفتراتو اوكي
التذاكر ديال اللقاء كنسمعوا الصداع، شي واحد عنده الصداع فقط سي كريم حد بيبسايت الى ممكن. وايضا تتساءل الاخوان اللي عنده المعلومات الكامله الى ممكن الا سمحتي لي وحتى تعطي بلاصه على النقطه الاخيره اللي مرحبا. مرحبا سي حمزه. فقط انا واش قبل الديربي فيطرح تساؤل واش سيتم يعني كاع الفرق المنافسه اللي بغات تلعب جميع المباريات ديالها وغيكون تساوي في البغا المنافسين قبل اجراء مباراه الديربي مثلا، خاصه اننا في فريق الرجاء فهو المنافس المباشر ومباراه الديربي غتكون شيئا. لا لا عمر راه كنسمعوا عندك الصداع اخويا عمر. مباراه الديربي الوداد منافس البوتشي ديال لاعب جميع المباريات المؤجله اللي عنده اللي عندنا هاد المعلومه صحيحه. واخا اللي عنده معلومه رشيد ولا محسن بالنسبه لهذا التساؤل ديال السي حمزه. مرحبا سي عمر، رايت ما يلتحق بنا عمر كان عنده شويه الصداع. محسن عندك شي حاجه فهاد هو خويا كريم غير اولا بعدا المقابله كنظن واقيلا كانت غتلعب 6 ولا دابا غتلعب 3 نهار الخميس مع 3 المقابله ديال الوداد كونتر حسنيه تكادير. غير أيه. هو كنظن انا بالنسبه ليا خويا كريم بالنسبه للبرمجه كنظن ولو شويه مشحفه في الوداد ولكن اللهم نلعبوا في هذيك الوقيته أولا تصادف مثلا يتصادفوا في المقابلات المؤجله وان شاء الله في الدومي فينال الى الجمهور الفينال خاصه ما يكونش واحد الفارق ديال الوقت اللي طويل بين المقابلات. واخا كتسمعني اخويا كريم؟ ياك كنسمعوك. واخا ناخذ الراي ديال السي عمر. التساؤل ديال السي حمزه. السي عمر كتسمعنا؟ عمر وقيلا ما كيسمعناش. عمر هاتي قال عمر ما كيسمعناش. نعاودوا سي عمر كتسمعنا؟ صيفط لي ميساج السي رشيد قول لي راه ما كنسمعوكش، راه كنهضروا معاك ولكن راه عندك مشكل ديال سميتو. صيفط لي ميساج. واخا نمشيو لريتما ناخذوا الراي ديال ناخذوا السي عمر لان كنسمعوش. واخا التذاكر ديال اللقاء الاياب بالنسبه لحوريه كوناكري غادي يكونوا يوم الخميس. اوكي الناصري كيرفض المعامله التفضيليه بين عائده النقل التلفزيوني واكد انه يريد البحث على موارد ماليه عليه من يريد البحث على الموارد الماليه عليه ان يا المستشهرين عوض التعالي على فرق الدوري. واخا ما رايكم في هذاك في الخرجه ديال السي الناصري بالنسبه الموارد الماليه وخاصك تحدد شكون اللي غيجاوب. سير السي حمزه عندك شي نبداو بك انت. حمزه كيبغي يبقى هو الاخر ديما كنسبقوا هو الاول. سير انا نبدا. بالنسبه حاليا ما يمكنش انك تمشي في هذا السيستم ديال انك تقسم. سي عمر رجع معنا، نشوفوا سي عمر واش كيسمعنا، نشوفوا سي عمر واش كيسمعنا. عمر سمعك اخويا كيفاش سمعك؟ راه قبيله راه شحال هنا كنهضر معاك ولكن كان واقيلا عندك مشكل. واخا بالنسبه للسي الناصري كيرفض المعامله التفضيليه في العائدات ديال النقل التلفزيوني، ما رايكم بالنسبه لهذا الخبر اللي طاحت اليوم؟ غناخذ الراي ديال رشيد وغنشوف عمر حمزه ومن بعد نمشي لمحسن. سي رشيد. وما يمكنش انك انت في واحد الدوري اللي ما فيش الاحتراف الحقيقي، باقي ما كاينينش الثقه ديال المؤسسات الرياضيه في الانديه الوطنيه، باقي الانديه ما تحولوش لشركات. كيفاش انت غادي تجي طالب الجامعه بانها تعطي الاموال على حساب الحضور الجماهيري مثلا،
نمشيو نشوفوا الوداد، الرجاء عندهم واحد المداخل كثيره، نشوفوا واحد الفريق اللي ما كتدخل ليه مثلا 300 400 الف ياخذوا مداخل هذه. لا، انا ضد هذه الفكره، ولكن نهار غنولوا منفتحين على القنوات الخاصه، ديك الساعه ممكن اي فريق مصر اي فريق مصر عندهم هاد المسائل هادو، يعني ما ماشي عيب راه المصريين المصريين تسوق الماتش المصريين ولا تبيع الماتش ديالك. اولا المصريين ما عندهمش مكتب مسير، المصريين عندهم مجلس اداره. او ثانيا الا جيتي تدخل للنادي كما كيقولوا لي هما النادي تاع الزمالك او الاهلي، راه خاصك تشوفو قداش، خاصك تشوف اش فيه، راه فيه مسابح، فيه ملاعب ديال التنس، فيه حلبة ديال العاب القوى، فيه مكان ديال الفولي ديال الباسكت، فيه جميع الرياضات، فيه مطاعم، فيه اماكن الصالات، فيه قاعة مغطاة. يعني هذا كيتسمى النادي ديال الاهلي، هذا ممكن انك تسوق ليماج ديالك. احنا لا جينا بغينا نسوقوا ليهم، اش غنسوقوا ليهم؟ راه غتسوق ليهم 90 دقيقه اللي غدوز في التيران، اما شيء اخر الرياضات والاشياء الاخرى راه ما غتسوق ليهم والو. واخا فهمتيني؟ فهمتك سي عمر، ما رايك هاد الاخبار اللي طاحت اليوم ديال السي الناصيري؟ واش طاح لينا احنا؟ هاد الشيء طاح لنا احنا البارح ماشي اليوم. المهم احنا بالنسبه لنا احنا اليوم، بالنسبه لنا احنا اوكي يعني بالنسبه للصلاح ديال بالنسبة لصلاح النصيف ديال بداية المساء، يعني هو اللي كتكلم عليه كنظن. بالنسبة يعني التصريحات اللي دابا النصيف هي كتهم شخصو، هو كتهم شخصو، ما كتهمش يعني الوداد كمؤسسة ولا الوداد كجمهور ولا هذا، كتهم شخصو. هو ما متفقش مع ديك الطرح، هو عنده أعلن التضامن ديالو مع باقي الأندية الوطنية، ولكن ما تنساش بلي النصيري رئيس العصبة، وبالتالي فما يمكنش رئيس العصبة ينقص من الشأن ومن القيمة ديال باقي الأندية، بين قوسين القيس بين قوسين. بالتالي فهو تحدث عن الوداد، هو قطف الشمع على الزيات، باش يكون واضح قطف الشمع على الزيات. علاش؟ لان الزيات هو اللي خرج وقال او الدراجه بالتعبير الكبيره اللي عندها، فكتستحق ربما تاخذ عائدات النقل التلفزي اكثر من هذيك اللي ربما كتاخذها باقي الانديه. الدراجه عندها شعبيه وعندها متابعه اعلاميه كبيره. هو سي الزيات باش نوضحوا قال لك ده ما يمكنش عندنا فريق الرجاء 6% من العائدات التلفزيه، يعني كيهضر ممكن بحال فرنسا، فرنسا البلد الوحيد اللي كياخذ 20%، يعني صعيب باش نوصلوا لهذا، ما عرفت لان غادي يعني حتى الفرق الاخرين غادي الطريقه باش كيجيب الزيات الرجاء، الطريقه باش كيجيب هي كيقلب على الفلوس، اي حاجه فيها الفلوس يديرها حاليا، اي حاجه فيها الفلوس انه صفقه غارقه وخصو ينتشر. من حقه يعني من حقه هو قال لك 8 مليار، كيشوف الرجاء 8 مليار خصها تكون عندها سنويا، يعني هذا المسائل من حقه، يعني انسان كل واحد كيحقق مصلحه ديال هو الكلام اللي قال، غير هو الكلام اللي قال سعيد النصيري، ما كيهمش الوداديين ولا ما كيهمش الوداد كنادي، هو تحدث كشخص لان عنده منصب في العصبه الاحتفافيه. لا يعقل رئيس العصبه الاحتفافيه يخرج يدافع على فرقته وما يدافعش على الفرق الاخرى، وبالتالي غيتعدى الضرب من الجنون. بالتالي فهو حاول على انه يخلي جميع الفرق سواسيه، وحاول على انه يحمي يعني يحمي المصالح ديال جميع الفرق. وبالتالي فهذه المساله كتهم شخصو كما سبقت وذكرت، نقدر نكون ما متفقش مع عليها، نقدر نقول على الوداد لو كان تسوق ماتشات على راسها ربما اذا نقل التلفزي يكون اكثر، لكن ما تنساش راه حتى الدعم اللي كياخذوه الانديه من عائدات النقل التلفزي فهذا فيه مجموعه واحد المسطره معقده جدا، ماشي اجي خرج وفوت الماتشات ديالك. انا راه قريت هذه المساله، يعني طلعت على القانون ديال هذه المساله هذه، لانه باش تقدر، لانه حتى ديك الدعم اللي كتعطيك يعني الاذاعه والتلفازه اللي كتعطي الانديه راه حتى هو هذاك راه كيتعتبر دعم، راه ماشي ربما المسمى الحقيقي ماشي هو عائدات النقل التلفزي، بل دعم للانديه، لان هذيك المسطره معقده. وان شاء الله لي تكون عندي لي ديطاي مزيان واجد ما نقولها ان شاء الله خويا. يكون عندك اخويا ما كاينش مشكل، مازال هذا الشيء غادي نهضروا فيه. سي محسن، ما رايك في هذا الخبيره ديال الناصيري اللي البارح كما قال السي عمر، ولكن احنا في واشنطن اليوم، كي ما رايك؟ هو تنظن عمر ربما شار مجموعه من النقاط اللي مهمه. اولا ربما الموقع ديال سعيد الناصيري اخويا كريم كرئيس ديال العصبه الاحترافيه، فخصو يدافع على جميع الانديه، يعني صعيب باش يجي ويقول لك ان فريق الوداد خصو ياخذ كثار ولا فريق الفرق الكبرى خصها تاخذ كثار، ولكن انا اخويا كريم معاه في هذاك الطرح،
لان اولا الى الناس كتهضر على النموذج المصري ان الزمالك والاهلي كيسوقوا المقابلات ديالهم، انا بالنسبه لي داك النموذج صراحه فاشل، لان اولا الى جينا مثلا نقتديو بهذاك النموذج المصري غيوليو عندنا في المغرب واحد جوج فراقي اولا، والانديه الاخرى غتبقى انديه اللي عاديه، غتبقى المنافسه ديما محصوره بيناتهم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه اخويا كريم، فتنظن هنالك نوع من التضامن باش تبقى حتى الانديه الاخرى يبقى عندها واحد الدخل، وباش تبقى شويه ديك المنافسه، لان الانديه الكبيره ممكن تبحث على ديسبونسور تقدر تجيبهم، الانديه الصغيره او الانديه بين قوسين اللي ربما ما عندهاش واحد القاعده الجماهيريه كبيره صعيب تجي سوسيتي كديسبونسور ولا شي. هذه مساله. المساله الثانيه بلا ما نهضروا على المسطره القانونيه اللي هضر عليها عمر، ان جد معقده باش تسوق المقابله ديالك، دونك غيدخل فيها ما هو قانون فهمتيني داخلي، قانون اللي فيه ربما اللي داخل ارض الوطن مع القانون الدولي فيها، دونك المساطر معقده. مساله اخرى اخويا كريم، هو بالنسبه الى جينا مثلا نفترضوا نمشيو حنا في هذه المنطقه، السي حمزه طاح ومشات ليه، المهم مشات ليه لا كونيكسيون، حنا عارفين هذا المشكل، وقال لك بلغ تحياتي للسي عمر والسي محسن والسي رشيد وكاع المشاهدين. شكرا لك اخ حمزه، والى اللقاء. خويا كريم فقط باش نوضح واحد المساله. نعم خويا كريم، اذا كان ممكن نوضح واحد المساله غنوضحها. وضح نكمل الفكره. واخي اخويا عمر وضح صافي، دقيقه نكمل الفكره. انا معك اخويا عمر. دابا شو كريم، حتى الا بغينا نمشيو في هذاك الطرح ديال الزيات مثلا، ان الفرق الكبرى مثلا تاخذ دعم تاخذ مثلا ربما نسبه اكبر، فهذه المساله ربما صعيب باش تطبقها. اولا شنو المعايير اللي غتستند عليها؟ واش الشعبيه ديال الانديه؟ صعيب باش تحدد شعبيه كل نادي. ثاني حاجه، واش الانديه اللي كتنافس على الالقاب راه يقدر نادي مثلا كنهضر تبركان اللي كانت الهوه تا هو ولا كينافس فريق اتحاد طنجه اللي كان في القسم الثاني، ها هو رجع ودى البطوله. يعني دونك المعايير اللي غتطبق جد معقده، فتنظن انا بالاحرى بالمسؤولين الى غيكون شي اجتهاد يكون مع دي سبونسور، نقلبوا على دي سوسيتي سواء نيفو ناسيونال ولا انترناسيونال، نديروا دي ستور ديال الانديه. شكون غايجيك دابا ما عندك لا شركه لا والو، غادي يجي ياخذك غادي ياخذ فرقه؟ واش ترى راه كنخربقوا هاد الحوايج هادو، راه ما مفهوميش. الشركه تناقش خويا كريم، حتى الشركه تكون عندك، ايوا راه ما عمرها غادي تجي عندك قطار ولا غتجي عندك شي شركه كبيره تاخذ هذوك الناس. هذوك راه كيبغوا المسائل تكون هذا، وحتى جمعيه غادي مي بون. واخا المهم هادشي ديال القوانين موضوع كبير، ما غاديش خويا كريم نتمم واحد السؤال. سير واحد السؤال نوضحها، يمكن نتشاطى رايي مع الاخ ديالنا محسن. فا يعني في أنديه الدوري الإنجليزي الممتاز، هل كتلقى في ميبي كاع الطبق المزيانين كلهم عندهم دي ستار النيفو الخبر الأول؟ نقول لك سي، راه الإخوان شي إخوان بغيت يتصلوا في الواتساب. واخا ناخذهم شي مشكل. واخا غير عندنا باقي الأخبار وبزاف ديال الحوايج. واخا إلا كان بيع وجانا نقدروا ناخذوا بعض المكالمات، ما كاينش مشكل. كمل السي عمر، كمل. نعطيك مثال، دابا في بريمير ليغ في انديه الدوري الانجليزي الممتاز، كتلقى مثلا يعني ساوثهامبتون ولا كتلقى ستوك سيتي كتقدر تلعب مع مانشستر سيتي ولا مع تشيلسي ولا مع ليفربول، يعني البيغ فور تقدروا يزيرون. علاش؟ لانه في الدوري الانجليزي الممتاز اذا تنقلت الفازي كتتم توزيعها بالتساوي. كيفاش كتلقى مثلا كتلقى كريستال بالاس عندها لعابه مزيانين واعر، ولكن الا مشيتي للدوري الاسباني مثلا اللي فيه الى امدين قريب البارسا والريال كانوا كياخذوا اذا نقلت الفاز كبر باقي الفرق، فكتلقى يعني فوارق كبيره وشاسعه، وحتى التركيبه البشريه يعني اللي كتكون عند الفرق كتكون يعني دون المستوى. الا لاحظت بانه الفريق الضعيف في انجلترا يقدر يتكاسى كاطري ولا سانكي في اسبانيا، فريق ضعيف. علاش؟ لانه اذا نقلت الفاز في انجلترا كبيره جدا وكيتم توزيعها بالتساوي. ربما هذه من واحده من المحاسن ربما توزيع يعني بالتساوي. هي شوف هي هو الموديل بصراحه. انا بغيت الراي ديالي، نعطيك واحد المثال غينوض صداع اخويا كريم. علاش؟ نعطيك الى امدين قريب بطبيعه الانديه ديال لا ليغا كانت هذه القضيه فيا والبارسا كياخذوا كثر، فاذا تنقلت الفادي ولكن دخلوا الانديه الاخرى داروا اضراب وهذاك القرار كنظن انه ما بقاش. راه هاد المسائل اللي غادي بالفرق راه غادي لهلاك، راه هادشي اللي غادي بالفرق راه كنشوفوا يعني فرق
يعني غدا الهلاك. انا والله العظيم يعني كنقولها باغي لو موديل ديال 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 زيات ينجح. علاش؟ لان غادي يفتح بزاف ديال المسائل يعني بصراحه. يعني هذا السير هو اللي خاص الفرق ديالنا. الا بقينا معولين على هاد المشكاره يجيب الفلوس ويتعلقوا بها راه غادي راه من بعد غادي يوليو مشاكل. المهم خويا كريم خويا كريم غير خويا كريم غير كاضافه لداكشي اللي قال عمر. خويا عمر شوف غير ليكزومبل ديال مصر. مصر فين هو الفريق ديال الاسماعيلي؟ فين هو المحله؟ فين هما الانديه الكبيره الانديه الاخرى اللي كانت كبيره في مصر؟ راه مشات لان العائلات ديال النقد الفلسفي ولات الاهلي كتبيع العائلات ديالها هي كتكلف بهم. الزمالك كذلك ولاو عندنا فقط. كنحييك اخويا محسن على الثقافه الكرويه الكبيره ديالك. علاش؟ لانه ملي ذكرتي الاسماعيلي والمحله كانت الاسماعيلي متوجه بدوري ابطال افريقيا والمحله خسرات الفينال في 69. الاسماعيلي توجد كنظن في السبعينات هي ملي كانت تتلقى بالدراويش، وبالتالي فهذا كيدل على ان هذوك الثقافه الكرويه كبيره. قلتي كبار القوم شكرا لك سي عمر. وباش دخل غزال المحله في التفاصيل شحال الكورتا ديال الكوركي المحله لعبات فينا ديال الشامبيونز ليغ. يلا عطيه عندك حق الرد. هذا تواضع منك اخي عمر. هذا ان دل على شيء ان بان منك انما ينم باش يدل انما ينم على فكر كروي يعني المستوى العالي ديال الناس اللي لانه صعيب. هذا هو المهم. ربما مزيان 99% ربما ديال متبعي الكره القدم الافريقيه ما عارفينش غزال المحله لعبات الفينال ديال الشامبيونز ليغ في السينات. هذه معلومه صعيبه. تبارك الله عليك السي عمر والسي محسن الله يحفظك والسي رشيد حتى هو. واخا نمشيو للاخبار اللي كاين شي حاجه جديده السي عمر ولا الحاجه الجديده الوداد والجابوره كاينه يعني مفاوضات متقدمه. مفاوضات متقدمه بالجابو ان شاء الله يجي الوداد. جابو راه حنا هضرنا عليه البارح. وبالنسبه لويليام جيبو الوداد يعني بغيت تفك منه بحال اللي كنقولوا باللغه بالدارجه ديالنا بالعقل يعني عوض من فخو طيب فسخ العقل وسددوا لهم صفقاته. غادي يدبروا لي ان شاء الله الصفقه اللي غتاخذوا غادي كانوا دبروا لي دبروا لي غيعطينا التسع فهمتي غير يمشي باقل الاضرار ممكنه يمشي. جا بالهيلاله ويمشي بصمت. الاخوان اللي يهضروا على التليفون على التليفون الواتساب اللي بغى يتصل بنا مرحبا ناخذوا بعض المكالمات اللي عندنا بزاف ديال المسائل. المهم بالنسبه للبديعه غير باش واش هو السي عمر واش هو جابو ولا جابو؟ لا هو يعني كنعرفوا حنا الجزائريين ديما فوق قبل الجيم كيقولوا الدال يعني الجمال يعني جابو يعني جابو. من جابو يعني هما عندهم الدال دائما كتكون قبل الجيم. وبالتالي فكنظن على انه اللاعب اللي عنده 33 سنه ما خاتنيش الذاكره لكن عنده يعني كروين فهو ممتاز. تابع شوف مونديال 2014 ضد المانيا قدم لقاء كبير. كنت نبأ لي على انه يمشي فريق اوروبي لكن قدم الله ما شاء فعل ونتمنوا ان شاء الله على انه ينجح في مسيرته وشوف حاله التعاقب الوداد ان شاء الله. باقي الاخبار خويا كاين تكلم على ويليام جيبو ان شاء الله. البنزرتي غادي يجتمع مع اللعابه لانه ربما اللي ضايق البنزرتي في الاونه الاخيره هو كثرتني البطاقات الصفراء واللاعب الخشن. بالتالي فغيجتمع مع اللاعبين اجل ربما محاوله يعني تجنب الوقوع في هكذا اخطاء تقدر تكلف الفريق لا قدر الله غيابات يعني مؤثره. الان كنشاهدوا على انه يحيى جبران غاب يعني ابراهيم النقاش خاد بطاقه صفراء مجانيه وفي حاله نيلو بطاقه اخرى ما غيلعبش الدمي فينا ان شاء الله. وبالتالي بحال شمول الوداد طبيعة الحال بالتالي فكنظن على انه البنزرتي حسن ما فعل على انه فطر لهذه المساله هذه وغيحاول على انه يعالج رفقه اللاعبين في الاجتماع اللي غيكون كنظن في اليومين القادمين على اقصى تقدير. واخا بالنسبه فقط بخصوص بادي اوك فرجع للترويض ان شاء الله عنده اسبوعين ويكون جاهز باش يرجع انه يداعب الكره ان شاء الله ويدخل ان شاء الله في تكتيك نادي ويلاد الرياض. هضرنا على هذه النقطه هذه في واحد المحور بالنسبه للبرنامج. واخا الوداد قلنا جابو يعني سيكون اول انتدابات بالنسبه للوداد. اماكن خصاص عندنا مكالمه عبد الحكيم انا كنقول عبد الحكيم عبد الرحمن هذا السي عبد الرحمن من السعوديه شفتيها عبد الحكيم عبد الرحمن
السعودية معنا على المباشر. أهلا وسهلا. أخبرتي علينا كي داير؟ كل شيء بخير؟ ما مرحبا أخويا، مرحبا، تبارك الله عليك أخويا عتبي. الله يكبر ويحيي الأخ رشيد والأخ مرحبا أخويا. بالنسبه غير هذا غير واحد النقطه ديال الرجوي كيهضروا على الناصري، ان الناصري خرج معك اللي خرج راه خرج غير على الاستاذ زياد اللي طب بلا سميتو لا بلوس لي بابي ديال التلفزيون. وبغيت غير نسول واحد القضيه اخ عمر، كيف انا موجود معنا وبغيت نسول واحد السؤال في الجمعيه ديال سؤال سؤال جوابي. واش عمر كنتي سمعتي جمهور ديال الوداد في التيران، عايش شخصية الوطن مغربية في التيران، جمهور ديال الوداد، جمهور ديال الوداد عايش شي وعايش كون؟ اه كيسمعك كيسمعك، قال لك عمر عمرك سمعتي شخصية معروفة كريم، اه عمر جمهور الوداد عايش شي صحافي ولا عايش شخصية عمومية بزاف؟ اه كنظن باللي يعني جمهور الوداد في غنى على هذه المسألة هذه، على أنه يوجه يعني السب ولا القذف يعني في حق شخصية عمومية لا مجال رياضي ولا خارج المجال الرياضي. السعد كبير والله يجازيك بخير. اه دابا خلي كل واحد، راه ماشي كلشي وكل واحد كيبدي الراي ديالو، كل واحد يقول داكشي. دابا هضرنا وهضرنا على الفرقه ديالنا، اييه الراي ديالك انت ما كاينش مشكل، غير ما تجبدش لان غيطلع واحد اخر غادي يبدا يهضر على على هذا، يعني غادي نبداو غنبداو نرجعوا على بعضياتنا. قول لي انت الراي ديالك. لا يعني طبيعة الحال احنا ما كنقولش سبان، غير هو ملي كتهضر على يعني كتقول ها بعض الرجاويين ولا بعض، غير انسان هضر اخويا نتايا وقول اشنو اشنو بالنسبه لك الوداد الفريق هذا، برنامج ديال الوداد بغينا الودادين يهضر على الفريق. لا دابا غير باقي فقط فقط خويا كريم، غير باش نفهم يعني بغيت نفهم غير يعني شنو شنو الغايه من الكلام ديالو، يعني شنو شنو الهدف ديالو ربما بغينا نفهمو. وش يكتب في الوداد ويكتب في الوداد وتشمر الوداد، انا ما غنقبلهاش. انا متفق معك في هذا المساله، متفق معك في هذا المساله. هضرنا على كيف بدايه. لا شوف 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 انت انت اخويا اخويا كريم، معنا السي خالد راني كنتكلم معاه بشكل اعتيادي، كنقول ليه باللي ربما هذا الشخص يتكلم عليه يعني السي عبد الحكيم، كنقول ليه ربما كاع كلامه كيكون مزيان الا ملي كيبدا يهضر على الوداد، ربما يعني كيستعمل بعض المصطلحات القدحيه، وبالتالي اللي بحال امثال الزريعه ولا ولا الوز ولا كذا على القاويه، يو سي او الرجوين اكثر ما انه كيسيء الوداد. لا انت عرفتي علاش؟ عرفتي علاش اخويا كريم؟ لانه هو رجل قانون، هو رجل قانون وكيعرف الى سنا الى سنا باسم ديالو يقدر يتابعو قانونيا. علاش ما كيبغيش يجبد الاسماء كيقول القجع سميتو وقطع بسميته القرع لاخوه النصيب مول الزريعه، يعني كيحاول الالقاب يعني كيحاول يستفاد المسألة القانونيه. حتى ملي كيكون في اللايف ما كيبغيش يجبد الاسماء. المهم احنا لا شوف كل واحد هذا كمل السي عبد الكبير كمل. انا بغيت غير نقول للناس يعتقدوا شويه جمهور الوداد ما كيش 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 عشرة
ولكن شوف هو ديك استراتيجيه ديالو الله يعاونو يعني فقط يعني فقط خويا كريم باش ما يمكنش نكون اقصائي فقط ما يحسب ما يحسب الجواد زياد هو على انه ما كيجبدش الوداد بالخايب هذه كانت تحسب ليه بعدا كل واحد يدير الطالب ديالو ويسير الناصري كان بوحده بحال الجمهور لا لا الناصري ماشي بوحده لا الناصري ماشي بوحده راه مع مكتب كبير مع ناس خدامين في الخفاء ولكن هو راه هو اللي الواجهه اي ولكن راه خدامين مع الناس يعني راه سي نورمال انت خويا كريم انت تواكل راه مديك عليا ودي معنا التريكاتي معنا كريم وهذا ما حيا من التريكاتي واش عمرك سمعتي الماتيريال ولا شي مليون مره واش غور راجل وانا شوف كل واحد والثقافه ديالو وكل واحد والتواصل ديالو وكل واحد كيفاش راه ما يمكنش داكشي انت اللي كيبان لك انت راه يقدر ما يبانش لواحد اخر راه كيتراك راه المستويات راه كتختلف راه كتشوف واش دابا عندك واش غنخرج دابا اتجاهات واش غور راجل لا الكره في هذه الوطنيه ولا الفرق خاص واش انت اللي كتهم جميع الفتاة وكتهم رائد اصلا الفتاة وكتهم الاعلامي بالفتاة وانت عندك مذيع واحد من الاف المذيعين في قناة بين سبور مذيع واحد اللي خاصو يتفرجو فيه وتبقى اكثر واحد يسبقو ويشوه فيه شوف دابا كل واحد كيتحمل المسؤوليه على داكشي اللي كيدير واش هو هذا المحامي هذا واش هو يعني مسير واش عنده كاسكيطه ديال شي حاجه وهو كيمثل نفسه اذا بحال انا نبدا نهضر ونبدا نقول هادي وهادي خويا كريم ما شرحت لك هو رجل قانون ولا وظف القانون الحقيقيه رجل قانون الا وظف الاسماء الحقيقيه غيكون موضوع متابعه راه كيوظف الالقاب بطبيعه الحال يهرب من المساءله راه كي ذكي ما كيعرفش كيدير راه عارف البوست ديالو هي مع شكون الوداد كنا مع شكون الوداد وجينا على الوداد هو عارف السداسه ديال الشافره ومشاكل عندي عاطفه وانا بغيت نقول انا راه كنعرفوا هذا الشيء وكان مقدم تلفزيون في برنامج جرائم شوف سيدي السياد كيدبر راسو شوف انا شوف انا شكون اللي غنلوم اللوم انا واحد اللي في المكتب وخرج بشي تصريح يعني اللي عنده الصفه واحد كيهضر كيدير لايف وكيهضر بحالي انا غدا نقدر ندير لايف ونبدا نهضر واحد يدير لايف ويبقى يهضر شوف انا جيب لي واحد الصفه ويهضر يسب ولا يعاير ولا هذا هذيك هضره اخرى ماشي واحد اللي سميتو راه ما خليه يهضر وصافي شوف اخويا كريم راه كان ودابا عطينا واسي عبد الكبير دابا عطينا قيمه بقيتي كتهضرنا على تهضرنا على الوداد تهضرنا على الوداد كيفاش بانت ليه كيفاش هاد الانتدابات اللي جايه نعم سيدي احنا مع الوداد اخويا راه بحال الخضره عمرنا ما نسدو شي مزيف مع الوداد تيجي الله تيجي الموضوع احنا قرابين ان شاء الله العرفه تعيها المهم كنشتغل طموحينا ربع فينا راه ربع احنا مع الوداد الوداد راه غادي غير كنقول كنقول الاخ عمر كيف اللي دابا الميركاتو راه كتورط شويه بزاف على الميركاتو وكيبغي راه شي حاجه دابا ميركاتو عمر راه ماشي اجور هادشي اللي عطاه هادشي اللي كيكون في الساعات يقولوا مسكين هادشي اللي عطا الله واخا غادي لا دابا باش نكون واقعي الوداد ميركاتو ديال الوداد ما هضرناش عليه بزاف انه ما دخلش بزاف على الجبات شكون عكس ما جاوب الوداد باقي ما دخلش يعني دخلت الميركاتو على بعضها ولكن داكشي ديال السحيري ميري داكشي السري انت خلينا كاينين غادي نعطيو اسماء يعني كاين والله شوف بعض المرات كنت فادا على انني نعطي اسماء غير باش الفريق يكمل صحيح. انا نعطي الاسماء سيدي انا نتحمل المسؤوليه ديالي تبارك الله على سيدي عبد الكبير كان معنا من السعوديه عبد الكبير محب الوداد ولكن شوف الله يجزيكم بخير عبد الحكيم واخا سي عبد الحكيم الله يجزيكم بخير مني يعني هضرنا على فرقتك وهضرنا على الوداد وسول على الوداد هذا برنامج ديال الوداد والله يهديكم وما تبقاوش تهضروا لنا على فرق اخرين والله يهديكم اصاحبي وانا نرفعوا شويه سميتو هذا هضر مع كتهضر معايا على محامي كتهضر معايا على محامي دار لايف ولا هذا هضرنا عليه وقلنا راه السيد راه هو يسيء للرجاء اكثر ما يسيء للوداد
وهذا الشيء اللي عطى الله. هو ماشي هو شوف انا هذاك السيد يعني ربما الكلام كيكون معقول وكيكون مزيان ومثقف وانسان واعي، ولكن بعض المرات ملي كيهضر على الوداد كيسقط في الفخ. انا هذا رايي فيه. لا شوف ربما يكون يعني... يتجنب يهضر على الوداد يكون افضل. لا انا كيعجبني ملي كيبدا يهضر على الخبايا، انا كنبغي نسمع من شي واحد اللي عايش يعني البيت الرجاوي وتسمع هذا مزيان. هاد الحوايج هادو يعني كتعرف شنو هذا مزيان، ولكن ان فوا كيبدا هذا يعني بصراحه يعني ما كتستافد حتى شي حاجه، ولكن العاطفه كتغلب. ما عندك ما دير، شوف راه كيما يعني العاطفه كتغلب على اي واحد. واخا يعني بالنسبه للوداد قلتي ما كاين ميركاتو سي عمر. لا بالنسبه للوداد كاين واحد اللاعب ديال اكادير سميتو. لا ما يمكنش نعطي السميه والله، لان الجهات اللي عطاتني قالت لي ما تخافش السميه. هو ما فهمتش انا اللي هزيت التليفون كنعيط ليه كنقول ليه واش كاين شي خبر، كيقول لك كنتحفظ على الاسم. كاين لاعب اكادير اللي غيدخل فيه واحد الثقه لاعب ودادي ان شاء الله. نخليو الامور الى تماش، اذا كانت القرابه تكتمل احنا نعنوا عليها. واحد لاعب ودادي غيدخل في الثقه ديالو ان شاء الله، نتمنوا على انه داك الشيء يدوز بخير ان شاء الله. واخا المهم الاخبار اللي عندنا بالنسبه لجابو راه هضرنا عليه، بالنسبه للعابه كاينين شي لعابه بحال الحشادي كما قلنا، وقلنا لاعب ايفواري مصوفه قريب جدا من الوداد. كاين شي اخبار سي عمر؟ صايم مصوفه طنزاني ايفواري طنزاني ولا ايفواري المهم. ولكن ما نطرحش على اضافه الوداد في الوقت هذا يعني ما كنظن. ما نطرحش انا اخويا كريم. لا ما كنظنش، ما كنظنش اخويا كريم، ما كنظنش اخويا كريم، واصلا الجديده ما كنظنش تفرق فيه دابا. بالنسبه لواخا نشوفوا بالنسبه للاعب كريم. نعم سيدي اخويا كريم، غير بما انك قبل ما تدوز اللاعب جابو الى بغيتي نعطي عليه غير بعد هذا غير الناقشة ديالي اللاعب اخويا كريم، ناقشوا ربما المطار ديالو والموهبه ديالو. هو اخويا كريم غير باش لان هنالك مجموعه من الوداديين كيقول لك بان اللاج ديالو كبير وداك الشيء، لان عاوتاني خصنا نعرفوا الكره راه ما كاينش، ماشي كافه الصفقات كنجيبوا لعابه صغار اللي غنستافدوا منهم ربما باش نسوقوهم نبيعوهم. راه كتلعب راه خصك النتائج او ميم بون استثمار، يعني تقدر تجيب واحد جوج لعابه صغار ولكن لاعبين اخرين تجيبهم باش دير بهم نتائج. اللاعب جابو ولو عنده 33 سنه راه مازال عندك واحد العامين ولا تقريبا عام ونص او عامين مازال عندك. الماركي راه عنده 36 سنه، راه شفنا المستوى ديالو. واخا يكمل اخويا كريم، خاصه في ذاك البوست لا ديال صانع اللعب ولا لافونسونتر دابا راه ولا اشكال كبير باش تلقى لعاب في المستوى. ومساله اخرى اخويا كريم، كنظن هذاك اللاعب غيقدر يفيد الوداد من الجانب ديال انه غيعطي الاضافه ان شاء الله اخويا كريم، لان كنهضر عليه عمر. المتابعه الاعلاميه في الجزائر والمتابعه الاعلاميه من فوق والمتابعه الاعلاميه في الجزائر، لانه لاعب عنده صيت كبير. لا غير مؤخرا اخويا عمر راه ما نساوش واحد القضيه، لان من بعد ما احترف في النادي الافريقي اخويا عمر راه كان احترف في النصر السعودي وكان معاه فوز، ومن بعد رجع الفريق والفاق الصيت وغير في هذه السنه لعب الكاس العربيه، وكانوا انديه اماراتيه باغيين يجيبوه، غير هو ربما التقدم ديال السن هما اللي ما خلاهمش يجيبوه، لان لا انديه سعوديه ولا انديه اماراتيه راه كانوا باغيين يجيبوا اللاعب جابوه. انا كنظن اللاعب عنده امكانيات كبيره مازال في فريق الوداد. ومساله اخرى واللي مهمه بزاف، هو هنالك هذاك اللاعب اسماعيل المترجي اللي معار الشباب المحمديه اللي هو صانع لعب، يقدر يستافد من الاكسبيريونس ديال جابو، لان البنزرتي معجب بهذاك اللاعب الشاب اللي معارضه بالمحمديه المترجي، فيقدر يجي غياخذ بزاف من اللاعب جابو اللي عنده تجربه كبيره، وكذلك عند واحد لا فيزيون ديال اللعب. صراحه انا ما تفرجت في هذا العام في لا كوبا لاعب من المستوى الكبير، لذلك انا كنظن الاخر لاعب تجيبه بسنه او سنتين يعطي الاضافه. ومساله اخرى كما قلت اخويا كريم، هو الناصري راه ذكي، قلت لك انه مشى راه كان بامكانه يجيب اللاعب في الفتره ديال الانتقالات الشتويه، ولكن ما بغاش، بغى يجيب اللاعب لان باقى عنده كونطرا حتى الجوان حتى شهر 6 عاد باش غتسالي باغي يجيبوا ليبر، يعني باغي يجيبوا باقل. رقدوا هذه هي في اللغه ديال البيع والشراء، رقدوا خلاه يترقد. رقدوا انت فهمتيني اخويا. مزيان سيدي مزيان. واخا بالنسبه للاخبار اللي عندي اليوم، وهضرت مع قريب واحد الاخ
صديق ديالنا قريب من المكتب ديال الوداد منخرط، اعطاني بعض الاسماء منهم هذا ديال المصوفه قلتو ما كاينش، ولكن هو الوكيل الاعمال ديالو تعرض على الوداد، وكيل اعمال ديال المصوفة لاعب ديال الدفاع الحسني جدا عرض على فريق الوداد، واش غادي هذا ولا هذا؟ المهم هو تعرض على الوداد. واخا بالنسبه لهذا جيبور وإيكون شوكو مش إيكوشو في الطريق نحو المغادرة ديال البيت الأحمر، الله يعاوننا وعاونهم يمشي يدبروا على راسهم. كاين لاعب ديال وجدة، واش نقول الاسم ديالو ولا ما نقولش من غير كركاش؟ كاين لاعب ديال وجدة، كاين الحشادي هضرنا عليه. كركاش ما غايلعبش في الوداد أخويا كامل. لا كركاش مش ما غايلعبش في الوداد. أنا قلت من الناس مقربين المكتب قالوا غيجي الوداد، واش غيلعب ولا ما غيلعبش الله اعلم. غير هو لا عندي بعض الاخوه لان كركاش ما باغيش يلعب في الوداد، هو ما باغيش. واخا كاين لعب حشادي ودادي وباغي يلعب في الوداد، يعني حتى هو كينيغوسيو معاه. وكاين لعب خفيفي ديال وجده، خفيفي ممتاز خفيف، وهادو هادو اليوم خذا من عندي السي عمر، خذا من عندي شوف لعب اخويا كريم واشنطن. السي عمر كريم واشنطن واحد لعب اخويا كريم فقط، واحد لعب ربما مظلوم اعلاميا، وكنظن باللي هو واحد الا ما كانش واحد من افضل المدافعين خلال الموسم الحالي اللي هو البوفتيني ديال حسني اكادير، ما عرفتش علاش بصراحه. خليني في هذا الخبر ديما كتبغي تدور الحوار. شوف انا نتاع شوف اي حاجه بران يحيى جبران على اللي جبتو الوداد، وراه انا راه عرفناك انت اللي جبتي الوداد، ولكن انت جبتي الدار البيضاء غير الوداد. مشاو للدار البيضاء، مشاو للدار البيضاء. انا شفت البوفتيني، انا كنعطيك خبر حصري خفيف، لاعب وجده الظهير الايسر قريبا من الوداد. هذا انا كنقول خفيفي ممتاز، خفيفي ممتاز، وحنا ممتاز راه الوداد راه ما غنشوفوا غير الممتازين. المهم هذا لعب اللي قريب من كركاش حتى هو عندنا عليه هضره، ولكن المهم غيجي الوقت باش نهضروا، لان كاينين شي حوايج بساط في القضيه ديال كركاش نهضروا عليها من بعد. قلنا مصوفة تعرض على الوداد، اللائحه ديال اللاعبين المغادرين، البنزرتي جمع 25 لعاب قال لهم هادشي اللي بغيت منهم، ثلاثه ديال الحراس شي الاخر قال لهم هادو دبروا عليهم ولا يمشيو ولا دخلوا المخطط ديالهم. المهم بالنسبه لهذا ما بقاش الوداد. المفاوضه ديال سفيان كركاش ما بغيتش نهضر فيها لان فيها بزاف ديال الحوايج بالرحمه في الوداد. لا ما كاينش هادشي. واخا انا كنقول لك انا كنهضر انا كريم واشنطن كيقول لك هاد الحوايج هادو، يعني غير باش يعني ان شوف حنا كنعرفوا المناورات كنعرفوا المناورات الوداد كيدخلوا لك على اللعاب ما عينهمش فيه غير باش يطلعوا الصاق، انا عارف هادي. شوف لا بالرحمه كيطلعوا الصاق بالرحمه باغي يلعب في الوداد، عارف انت ولا ما عارفاش؟ شوف بالرحمه اخويا هضر مع الناس الدراجه وجلس معاهم ومتفقين، والإعلام يقدر يكون بادي يومين هذي. شوف اللي اش كيقولوا في البيع والشراء السي محسن، اللي ما عطى مادة ياك هذاك الشيء اللي كاين. شوف الوداد وتصلت لي عادي وسي عمر ما تبقاش تدور لي الحوار، انا مني كنعطيك الخبر سير ونعس مرتاح، فهمتي؟ نعس مرتاح بس من يلعب بلاص من يلعب زعما ما يهمش، حنا راه شحال من واحد غادي يطير في هذه الفرقه هذه. المهم شوف انا كنحكي كريم الجمهور حاسب. نعم سيدي كريم، لان الشيء هو لا جا خويا عمر، راه كاين اللاعب النقاش راه اخر موسم ديالو ممكن يتم التسويق السعيدي في دول الخليج، لان لا السعيدي تبقى لي في الخليج السعيدي مثلا راه قافي سير لاكارير ديالو 87 32 سنه عاد يمشي للخليج. لا ما فهمتينيش اخويا عمر، غير شوف يا عمر واحد 3 سنين في الوداد ويعلق يعقل كوره. لا هو السعيدي عنده كونطرا كنظن فيه عامين، دابا دوز لنا عام غيبقى عام، وعنده ربما لا بريم سيناتور ديالو طالعه شويه، فيقدر حنا كنعرفوا الناصري، فممكن انه يسوقوا في الخليج ما
يصيفطوا بريطي ولا شي حاجه بحال هكا ولا يصيفطوا كان كونطرا ديال عام. هو بالرحمه باغي يلعب في الوداد. نقول لك انا شوف ماشي كان شوف سي كريم راه غدا ولا بعد غدا يقول لك الزيات فاصله فافاجا وماشي مشكل. حنا دابا انا كنقول لك الرغبه ديال اللعاب واش غادي واش النصيري غادي يبغي ولا ما غيبغيش ولا هذا الله اعلم. انا كنقول لك ناس مقربين جدا راه ملي كنقول لك جدا من اللاعب وبغيتي ندوزو وكيل الاعمال ديالو وتسمعها ندوزو. اذا دوزو اخويا كريم نسمعو دوزو. شوف دوزو الله يتندوزو لك بالله ما يدوش ما كيجاوبش التليفون. المهم ما كيجاوبش حتى ديالو الدبي وما كيجاوبش حتى الدبي كاع ما كيجاوب التليفون واخا ما كيجاوبش حتى ولكن راه كيجاوبنا حنا. المهم ما عليناش. انا غير كنقول لك شوف يعني هو ما بين الرجل والوداد متفقين غير هو كنقول لك اللعاب باغي يلعب في الوداد وانا على مسؤوليتي انا على المسؤوليه ديالي انايا اوكي واخا. المهم ندوزو هذه القضيه ديال بالرحمه غادي يبان من هنا لقدام اشنو كيكون والغداء عندك ولا العشاء الا كان ان شاء الله ان شاء الله واخا مرحبا. واخا نمشيو لسفيان كركاش. المهم دوزناه. واش جبران غادي يكون غائب على على على, على, على الوداد بسبب حاضر ان شاء الله حاضر وبعد المنابر الاعلاميه كتقول هذه الهضره هذه داك الشيء مهم. لا حاضر ان شاء الله حاضر الاصابه ديال الحداد طفيفه ياك عمر؟ لا داك الشيء ما كاين والو الحداد غيلعب ان شاء الله. ايوا صافي مزيان ربما هو عنده شد عضلي موافقه ديال التيغزوي والنقاش تجديد العقود. المهم هذا كنظن بانه واش ما فاصيش انا بغيت نجدو التيغزوي الصراحه ما فاصي ما هيش الخبر كنظن مازال له واقيلا الكونطرا ديالو مازال تقريبا فيه يمكن باقا النقاش مع تجدد العام اللي فات. لا ما قاش جدد موسم واحد اخويا زاد عام صوفي لا اقتنع به البنزرتي انه يجدد العام الجاي راه ممكن بالنسبه للتيغزوي كنظن البنزرتي خصو يكون عمى باش ما يقولش لهم جددوا النقاش خصو يكون عمى ولكن عاوتاني دابا على حساب العطاء ديال النقاش ربما كتعرف النقاش داخل الموسم ربما لا بزاف النقاش جدد فقط موسم واحد التيغزوي العقد ديالو غيسالي هذا الموسم وعنده عرض بانه يجدوا ليه. واخا نشوفوا نكملوا هاد الحوار شيق مع الاخوان ديالنا. سي كريم بتكمل الاخبار اخويا. واخا انا نكملوا سيدي الاخبار. تقنا وتقنا بانه كان يعني تعطاو عروض كبيره تحطوا على طاوله الوداد ولكن تقنا وتخرج واحد التصريح وقال لك لن اغادر الوداد فسالعب للوداد شرف لنا جميعا. المهم هذه القضيه المهم هو اللي قالها ولكن العروض تحطت له سميتو اوكي. وبالنسبه للخبر الاخير رفض الوداد لمنحه مقدمه له من مجلس المدينه. ما رايكم في هذه القضيه واصرار على معامله بالمثل اي مليارين و800 مليون سي عمر؟ هذه القضيه خويا اشوف خويا كيف بقى تجيب لنا الجديد هذا راه قديم اخويا كامل قديم بالنسبه لك انت ولكن بالنسبه لنا حنا بغينا نناقشوا شنو قديم نناقش معاك هذا برنامج هذا اسئله قدام حنا بغينا نفهموهم انا عندي تساؤلات انا هذه القضيه اللي دير عليها بوليميك انا على ود الموضوع هذا ان الوداد قالت انا بغيت مليار على شنو ود البوليميك ثاني فات بوليميك واخا ولكن باش نعاود واخا باش ناكدوا على ان الوداد طالباش بها احتاج بزاف ديال التساؤلات تاع النصير ان شاء الله راه غيجتمع مع وزير الداخليه عبد الوفي الشيت ان شاء الله هذا حسب ما يموج يعني من اجل ربما توضيح بعض النقاط من اجل ربما يعني انهم يوضعوا الحد لهذه المسلسلات. واخا السي عمر وصلنا الا كان عندك شي اخبار من غير من هذا الشيء الا كان شي حاجه السي رشيد ولا نقراو بعد الميساجات فقط يعني واحد الخبر اللي هو في اللقاء بالقليل
شاء الله من المنتخب الجزائري. سي كريم بالنسبه ل عمر بلاتي رشيد السي رشيد بلاتي عمر يكمل كمل عمر. ما كنسمعش انا ما كنسمعش عمر انا يا ما راه خاصني ندير الكمبيوتر باش نسمع. واش السي سي محسن كتسمع عمر ولا ما كتسمعوش؟ لا كنسمعوش كنسمع. ايوا لا بعض المرات بعض المرات في الابليكاسيون شي واحد كتسمع شي واحد التنوقات ليا. واخا يلا سير السي عمر بن ميس بن ميس. لا فقط يعني حسب حسب جريدة الصباح ان شاء الله اللي غتصدر غدا فعبد المؤمن جابو وقع صميم في صفوف الوداد. اه يعني حسب اذا انا ما يعني اذا انا هادشي قلناه واش قلتو انا ولا ما قلتوش ياك قبل ما تقولها يلا واخا سير سير السي رشيد كمل السي رشيد. بالنسبه اليوم في الحقيقه ودي السي كريم صدمتيني صدمتيني من درجه امتياز انا مابقيتش قدرت نشارك كنقول او بقيت كنحسب بقيت كنحسب 15 خبر وعادي هادشي عادي هادشي عادي اخلي رشيد اخويا فعلا فعلا حنا انا جد ملي كنشوف واحد الشخص اللي كيجتهد كي انا راه ما كنبغيش نضيع منه حتى رشيد ومحسن ها هو محسن ورشيد ها هما يقول لك حتى هما ما كنبغيش ندخلهم في هاد الحوايج هادو كنخليه باش نتحمل انا المسؤوليه. سير السي رشيد سير شكرا لك. واحد القضيه بعدا واحد القضيه كان غادي يكون معنا واحد الضيف غالي مصطفى عشاب كان غادي يكون معنا اليوم ولكن الظروف الزوجه ديالو عيانه نتمنوا لها الشفاء العاجل وغادي يكون في المغرب هذا الاسبوع في بوسطن وكان غادي يكون معنا غادي نستضيفوه بعد واحد برامج هو وشي ولاعبين ديال الوداد غير صبروا علينا كل واحد كنوجدوا ليه الروبورتاج ديالو باش يكونوا ان شاء الله معنا ندوزوا الحلقه ديالو ندوزوا الروبورتاج باش الناس اللي ما كيعرفوش ومن بعد ناقشوا معاه ونهضروا معاه في برامج اللي غادي 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 نعملوا خويا كريم هذا الجمهور كله كيتسناو ليا زال سي كريم بغيت نادوا ليا زال اخويا كريم فرصه بغيت نغتنم الفرصه ونقدم التعازي ديالي لعائلات الضحايا اللي وقعت عاوتاني الحادثه السير اللي وقعت في ولايه تيمانه واحد نواحيت اكادير اللي راح ضحيتها عاملات في المجال الفلاحي إن لله وإنا إليه راجعون وكنتمنى نتمنى من الدولة من المسؤولين على قطاع النقل أنهم يوفروا الوسيلة النقل ثاني اليوم ثاني اليوم اليوم كارثة كنقول لك فولاد تيمة كارثة وباسم كل طاقم ماروك سبور بانكاتر كنتوجه بالتعازي لاسر الضحايا راجين من الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون. بالنسبه للاخبار فبصراحه فانا ما عنديش مشكل نجيبوا نبحثوا على المعلومات اللي كنهتموا بها اكثر واكثر هي الطرق ديال المعلومه ما كنقلبوش على اننا نعطيو الناس ولا نبحثوا على البوز او اي شيء اللي كيهمنا هو ان المعلومه تكون صحيحه الحمد لله. اسمح لي قطع رشيد اسمح لي قطع اذا كان ممكن تخلي هذا الميساج اللي غنقلو لك نقلو ليه فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا على الحصن خويا كريم اذا كان ممكن تنقل رشيد هذا الميساج قول ليه قال لك عمر كريم داب لك قول ليه قال لك عمر كريم داب لك والله ما كنسمع عمر والله يعني الجروب ديال بالتوك اللي كنتو فيه فهمتني داب لك كريم اليوم شنو هي عاود ما سمعتكش سي رشيد ما اش قلتي هذا رشيد منش كيتشكى على انه واحد ما في المونديال عيا ما يقاد جا واحد السيد قال كلشي تنسي اليوم ما كنتيني بحالو زعما صبرتو لا رشيد والله ما خبارو هادشي والله ما خبارو انا شوف شي الحاجه الحوايج اللي كنبغي نهضر فيهم والله ما كان والله شي واحد ما ها هو حسين سولو رشيد سولو يعني عمر ما نقول لك واحد القضيه فكريم بالنسبه لي انايا ماشي كنجاملو امامك ولا هو كيعرفني وانا كنعرفو فبيناتنا واحد الصداقه
ومعلومه معلومه هو هو كي 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 وف ما قال لي عندي اتصل بيا مع الثلاثه، قال لي راه عندي اخبار، اللي هي عندي اخبار اللي حصريه، قال لي وطلبت وقلت لي قولها لي، قولها لي، قال لي والو، قال لي غتكون في اللايف غادي تسمعها بحالك بحال اي الناس. ماشي زعما كنجاملو، رغم انني والخطير والخطير في الخطير في الامر السي عمر، انني ملي كيكون عندي خبر كنمشي عنده كنجري الو كريم كاين كاين، ولكن هو مبغاش يقول. والو صيف هاد القضيه شناهي الصيف ديال مسكين كيخونوا لي الاخبار. لا شوف انا راه ما شوف حتى ملي كنكون ملي كنبغي ننشط البرنامج يعني ما كنبغيش ندير برنامج اخباري، يعني انتم كتصمتوا وانا مربعين يديكم وكنقول لكم الاخبار. لا انا كنبغي نناقش هو المهم، ولكن ملي كتكون شي حاجه اللي هي سمعتها من المقربين ديال هذا كنبغي يعني نناقشها معكم نتوما، وهذا بحال خوتي حنا كنناقشوا كنهضروا وكنضحكوا، وطبيعه الحال الحوايج اللي مهمين راه كنقولوهم، والحوايج اللي كنخطئوا فيهم راه كنتجاوزوا علينا صبروا علينا. وهادشي اللي هادشي اللي عطى الله في السوق. سي محسن بان لي جات واحد الرساله واحد الرساله في اقل من 5 ثواني السي كريم، ومن هذا المنبر ديال ماروك سبورفانس كنهضر كنوجه التحيه لجميع الاخوان اللي كنتصلوا بهم وما كيردوهاش في وجهنا، اللي كنستبصروهم على المعلومه وكيعطوها لينا، فكنقولوا لهم من هذا المنبر شكرا جزيلا لكم، ونحن نحترمكم ونقدمكم. مع العلم اخويا رشيد شكرا مجددا. مع العلم اخويا رشيد على انه من الوداد صعيب تاخذ المعلومه، والتصعيب باش تاخذ شوف راه الا ما خديتيهاش من المقربين ديت راه ما غتاخذهاش منها. دابا فقط واحد ما كنبغيش نجيو نضاو نتطرقوا خويا كريم باش نضفي واحد الجو ديال الفوكه والمرح على البرنامج. في حميد فيراتي قالك راه غادي نتطاي الا ما جاش عبد غادي نتطاي الا ما جا الا المصري ما جابش عبد المؤمن جابو. راه شتو مسكين. لا خويا ما تطاش لينا غايجي تجابو ان شاء الله، غير كون هاني كون هاني. واحد النهار يعني مع الصديق ديالك اللي هو عادل العمري، كان واحد الصباح في المريخ انا ذاك لا الاولى ما كنظن هادي شي عامين عندها ولا قبل ما تلعب الوداد الفينال ديال لا الكاف فينا مع سان داونز. الماتش كان يتلعب باليوتيوب خصمو في لالي بواحد الفيرا وغير لعبوا في الرباط. عيطي واحد المستمع ودادي قال لي الو سي عادل، قال لي نعم اخويا نعم بقى كذا، قال لي شوف اخويا عادل هذا الوداد مازال تما قطع حوايجي مسكين. وشوف راه كاين من الحب ما قتل، ما عندك ما دير. السي هشام المفتي جيب لنا عزمي هوندا ديلرشيب، هذا عارف الخبايا سي هشام. مرحبا سي خليل عزمي كنهضر معاه، وهو باغي يكون معاكم، وباغي كنوجدوا بعض الحلقه واحد الحلقه بالنسبه لعزمي، بالنسبه للعشاب، بالنسبه لحسن محي. دوليازال اخويا كريم دوليازال، يعني هاد المسائل هادو كلهم غادي ان شاء الله غادي نجيبوا هاد الاخوان هادو يعني، وباش نهضروا معاهم ونناقشوا معاهم ونعطيهم الحق ديالهم حتى هما، والجمهور بغى يعرفوا واش كيديروا كيفاش الحياه ديالهم. الجمهور الودادي شغوف بهاد اللعابه ديالو بوليداتهم طبيعه الحال اللي دخلوا عليهم البهجه والسرور. بغينا كريم بغينا ننعسوا، شكون اللي قال لي هادشي؟ شي واحد كيقول لي بغينا ننعسوا واخا. المهم نمشيو لاخر فقره الصوره وتعليق، نعطيكم بعض الصور وباش نختموا هذا اللايف، لان التي نهبطوا ونمشيو نعطيكم هذا صوره ديال الملعب. ما رايكم في هذه الصوره؟ هذه ملعب ديال اكادير، وانا ملي حطيت التدوينه هذه قال لي وكتبت عليها كوب دي موند ديال كوب دي موند ديال مي كوب دي موند ديال باغيني ننظموا كوب دي موند ونشوف الملاعب ديالنا كيفاش دايرين. قال لي واحد عرفتي اش كتب لي واحد؟ قال لي كوب دي موند ديال مالا شو الحجر وبسي ما يكون الفوضى وما يكون هذا الحجر هذا وهذا، ملي غيخرج الجمهور من تيران ديال ادرا ديال اكادير وغادي يخرجوا غير حجر، راه بطبيعه الحال راه كلشي غيولي في خطا. وهادشي اخويا كريم علاش الوداد
ما خصهاش تلعب في كاس الماتش. لا ماشي ما يعني ما شوف راه الانسان خصو شوف خصك يعني دير جيب الناس اللي هذا وجيب الامن وهذا وراه الامن راه قد بشغله. ما رايك السي محسن؟ واش عندهم اخويا كريم؟ راه حتى انا شخصيا بالنسبه لي الصوره انا حاجه عاديه لان الملعب جا صوره يعني ابلغ من الصوره عادي هذه جاتك عاديه. لا انا نكمل اخويا كريم. دابا الملعب جا خارج المدينه ياك وكنعرفوا هذيك المنطقه شويه منطقه جبليه وبحال تقول مازال يلاه هذاك العمر البنايات وداك الشيء مازال قلال يعني مع الوقت غتقاد. غير هو اللي تنتمنى اخويا كريم بغض النظر على هذاك الحجر اللي كاين لان ما تنساش واحد القضيه اخويا كريم هذا الحجر راه بعيد على الملعب ماشي لان الملعب بحال كتقول جا والاخر موراه الجبال لان تبنى في واحد المنطقه اللي بحال تقول كانت فيارج يعني طبيعيه فهمتي. فتنظن ان الاشكال اخويا كريم هو ان غير المقابله التامين ديالو خاص يدار يتامن بواحد العدد كافي من الامن يعني واش واحد خطه امنيه مضروطه وكذلك يتم هذا وسائل ديال النقل كلار رويال هذه باش تطوق هذا الملعب هذا الا بغيتي الناس ما يهزوش الحجر. المهم بعيد اخويا كريم. لا بعيد اخويا كريم. واخا السي عمر تعطينا شي تعليق على هاد الصوره هذه نشوفوا السي رشيد حتى هو هاد الصوره هذه بحال اللي قال خويا فيصل هاد الصوره هذه واقيلا غير صوبوا بها التيفون من بعيد لانه كيبان التيفون مهزوز. واه هادشي الصوره ما عندهاش علاقه بالحجر اخويا كامل ما كعيتي فيها. لا راه حجر هذاش من التيفون الله يهديك حتى انت ما لا راه التيفون مهزوز شوف فين حققتي فيها غيبان لك التيفون طالع في الكرادا راه هو مهزوز. ومن بعد حنا كنهضروا على الملعب فين جا والخطوره ديال هذا الحوايج هذا كامل كعيتي في هذه اخويا كامل واش كعيتي هو الصوره انا كنعطيك الصوره وانت كتعلق عليها. السي رشيد عطينا السي رشيد عجبات وادي عمر كيضحك. السي رشيد راه عيب وعار اننا كنشوفوا الملاعب اللي بحالك وهذا هو السبب علاش هذا الملعب تلغى من الملاعب ديال كاس العالم لانه ما عرفتي كتكون غادي الاكادير من الطوموبيل كاين من الجنب ديالك الحجر على اليمين والحجر على اليسار. يعني في اي لحظه واحد غادي يديروا لك بحال هذوك اللي كيرجموا ابليس في الجمارات والله العظيم. راه قلت لك ونزيدك واحد القضيه المقابلات ديال اللي كيكونوا هنايا ان فوا كتضطرهم وما الطاكسي ما كيبغيش يدخلك الملعب. لا والله تضرب واحد الكيلومتر ولا ثلاثه على رجليك باش توصل ليه. دي يعني فيديو اللي كان فيهم تحيه للجماهير ديال اكادير اللي وصلوا حتى الملعب وشجعوا الحسنيه. واخا نشوف اقسم بالله راه كاينه معاناه اسمح لي استاذ كريم كاينه معاناه اللي كبيره على الجماهير لان اللي كيجيب الموتور ديالو كيتعرض للاعتداء اللي كيتم يجي على رجلو كيتكريسا اللي كيتم يجي بالسياره ديالو كيتهرس ليه الجاج يعني راه اللي ما جاش للتيران ما عرفش المعاناه ديالو راه يقدر يهضر عليه. السي صار كوكو محمد كيقول لك انا ولد اكادير ملعب تم بناؤه في مكان مزباله ياك مزبله قديمه. المهم هو ود اكادير. المهم حنا دابا هذا من اللايف واخا كوكو محمد هو الطباخ ديال اللايف وي دابا هذا تحيه للسي محمد دائما موجود معنا. انا علاش حطيت الصوره كنقول زعما هادو من الملاعب اللي تقدموا لكاس العالم هادشي اللي بغيت نوصل. اما انا ما يعني هاد المسائل هادو راه حشومه زعما هادشي اللي كنقول. واخا نشوفوا الصوره الثانيه باش نكملوا. السي عمر كيضحك الرياضيه كدير كودات افلام ها انت شوف الرياضيه شوف الصوره كيفاش سوقات كيفاش علنات على الديربي. شوف النقاش مسكين مرمد طايح وحدراف غادي. لا باش كتعرف شوف راه ماشي دي ميساج اللي الانسان خصو يفهمهم ماشي غا. المهم عطينا الراي ديالك السي عمر على هذه الصوره هذه. الصوره ما كتبانش هي واضحه حتى نشوفها في اللايف لان كتبان مقطومه كيبان ما كتبانش كامله كيبان غير عندنا دابا بانت ليا اخويا ما عرفتهمش اش من بدون نبض ابراهيم هادشي اللي طلع صافي ما عرفتهمش اش راه جاوي هذا اللي حطت البيبليكاسيون يمكن. واخا نشوفوا السي رشيد. السي كريم بالنسبه للرياضيه فاحنا كنعرفوا واحد الكليكه تكونات وكنعرفوا شكون اللي وراها كنعرفوا الاستفزازات كنعرفوا الى شتي
الا شتي جوج مقابلات داروا في البيرجيغو راه غادي وشتي الفرق ديال الاخراج وشتي اللقطات وشتي اللي كيشد على الجمهور. نعطيك واحد الملاحظه و انا قربنا نسالي وصاحبي انت غتبقى تعطيني في ملاحظه تقول لي ملاحظه ديالك ملاحظه فيها ثلاثه ثواني فقط. قول حتى واحد فينا ما شاف التيفو ديال اولمبيك اسفي في البيرجيغو. شنو عاود راه تقطعش قلتي حتى واحد ما شاف التيفو اللي داروا جماهير اولمبيك اسفي. هذه غتعطيك ميساج على المخرج ديال الرياضيه. جميل تيفو جميل ما غنعلقش على الصوره. واخا سي محسن. واخويا كريم كنظن اولا بحال هذه الفرصه هذو بحال هكا كتشهر كدير واحد الاشهار المقابله اللي جايه وداك الشيء على الاقل ربما خص اختيار الصور يكون بعنايه خويا فائقه باش ما نخلقوش نوع من الحساسيه وكذلك الحزازات لا بين جمهور فريق الوداد ولا التلفاز الوطنيين. ربما التمويل ديالها راه كيكون من ضرائب كافه المغاربه يعني حتى الوداديين راه كيساهموا في التمويل ديال هذيك القناه. هذه المساله الثانيه خويا كريم هذا ربما زيدوا على النقل اللي عرفاتو المقابله ديال الوداد والشباب الريف الحوثيني شنا تشيفو كي انهم تنقل شنا بزاف ديال الحوايج وشنا في المقابله ديال فريق الرجاء مع اولمبيك اسفي ان كيفاش المخرج كان كيزومي على ربما على اشخاص وعلى الرايه ديال فلسطين وكذا. كنظن انا كنتمنى ان داك الشيء ما يكونش مقصود وكنتمنى هذا الناس العاملين في قناه الرياضية وكذلك المدير ديالها السي حسن بوطرسي اللي كنحترمو لانه صحفي كبير وداك الشيء لان كنظن هو المدير ديال القناه انه يرد لهذه المسائل. كما كتقاوم واحد الودادي لا خويا عمر بغض النظر انا كنحترمو عرفتي من الوقيته اللي كان كيدير هذاك البرنامج ديال الرياضيه دي. لا فوتبول مونديال فوتبول مونديال كان كيقرا غير الترجمه كيديروا الرياضيه كان كيتنبهوا حسن فاتح اش كنجي من المدرسه نهار باش نتفرج فيه هو جبتي حسن فاتح مسكين. كمل زيد كمل. قلت لك اخويا كريم لان فويسكو هو المدير ديال القناه الرياضيه فتنتمنى يرد البال لان اذا كان هذا الشيء مقصود اخويا كريم فهادو صراحه هذا الشيء راه افعال صبيانيه اذا كان فعلا لان كنشوفوا عدم الاعاده ديال بحال دابا المقابله ديال الوداد الطريقه باش تنقلات وداك الشيء هنا ربما كنوليو كنخلقوا الاخر نوع من الحساسيه ونوع من المشاكل لان اخويا كريم انا كنتفرج في المقابلات وحتى بعض المعلقين وبعض الاعادات ديال الفريق في المقابله ديال الوداد ملي كتكون الكره اولا كتكون شي محاوله ضد فريق الوداد ولا اورج ولا شي حاجه منافسات خارجيه. انت صاحبي هضرنا على الصوره صاحبي تاج بقى تهضر لي على داك الشيء اللي سميتو قديم صاحبي غنعاودو من الاول. الله يهديك صاحبي غير الصوره انت بغيتي تسوق بالنسبه للرياضه بغيتي تسوق واحد الديربي يعني واش كان يعني صوره ممكن تحط جوج الدرابو ديال الرجاء وديال الوداد ممكن يعني جوج لعابه معانقين وداد رجاء حنا كنا خاوه هذاك الشيء يعني هاد المسائل هادو واش كتكون مقصوده ولا غير يعني كتهز ما كاين حتى واحد كيراقب صافي لوح صافي الدنيا هانيه ما كاينش مشكل صافي. المهم هاد الحوايج هادو شوف كريم هاد الحوار هذا سير كريم غير قبل ما نختم اخويا كريم لان ربما هاد التصويره جات مقابله الاحتجاجات الكبيره ولي ميساج اللي دوزوا الجمهور ديال فريق الوداد في الماتش ديال الحسيمه دوزوا من القناه الرياضيه. فنتمنى ان هذا ما يكونش نوع من الانتقام لان كنشوفوا هاد الصوره وشلنا ان التصوير اللي كان في المقابله ديال فريق الرجاء تنتمنى ما تكونش نومار كيقول لك هذا الشيء اللي كنت كنتسنى تقول المدير ودادي شكون اللي قالها عمر اللي قال وا فقط يعني ونقاش مسكين على يعني القيمه والاحترام اللي عنده مسكين والشرط كامل تحمد ليه في التصويره هذه شنو ما قاعد يدير وكل شافو ديالو كامل كل شافو بلي حيت غيقول لك اش غيقول لينا بقى مستغرب بالسيكليزم مسكين السيكليزم اللي طاك عليه الدق كل شافو السي بني حيا اش غادي يقول لنا تحرد مسكين لا بني حيا كنت على التصويره ديال الزنيتي تحيه كبيره كنقول اش كنقال لافيت راه تقطع لي الشورط وهذا راه كانت فوط ديال لابر ديال فرحان العادي بركان كنضرب فرحان ولا على باكوجي ما قالش الله اعلم فرحان قال لك بني حيا ما قداتوش الربعه اللي عطاوه زادوا كملوا ليه على الشورط بني حيا تحيه كبيره ليه راه شفناه قبيله كان معنا وتحيه كبيره لكم
هما وصلنا للنهاية ديال هذا اللايف. هذا كان لايف ممتع وكانوا فيه بزاف ديال عطينا بزاف ديال الأخبار. الإخوان اللي معنا حاولوا تدخلوا لليوتيوب شين ديالنا باش نفعلوها، الله يجازيكم بخير وتابوناو معنا، لان غادي يكونوا بعد الفيديوهات وبعد البرامج اللي غادي اللقاءات اللي غادي يكونوا مع اللعابه قدام غادي نحاولوا نحطهم في يوتيوب باش يوصلوكم هاد الفيديوهات. واخا ناخذ كلمه اخيره من سي رشيد. وكان شكرا سي كريم، شكرا سي محسن وسي عمر وسي حمزه اللي كان معنا واللي نشط معنا الحلقه وكانت التدخلات ديالو جد جد قيمه. كنشكر الاخوان عبد الرحيم، خليل، عمر، مصطفى، كان نور الدين، نور واك، كاع الاخوه اللي شاركوا. مول الجرائد ما تنساش اخويا، الناس هادو راه خطار. هادو عندك واحد كان كيقول لي انا مول كاسكيطه توحشتو. مول بينتو، ها هو كاين. نتمنى يكون مره خضره بحال. نتمنى المانع. اي شخص كيدخل يناقش معنا وكيضحك معنا وينشط معنا في حدود الاحترام، ما كاين لا سب لا والو. هي الروس بينتو. كنتمنى يكونوا بخير وعلى خير، نتمنى لهم التوفيق. والله سي عمر قال لك بدا مزيان مع والديه. وكلمه اخيره سي كريم لك نتايا، فاليوم صدمتيني من ناحيه الاخبار. وانا حاليا كنهضر وجاني ميساج، حق الله العظيم الا جاني ميساج من واحد الشخص قال لي الكلام اللي قالو كريم كله صحيح، اقسم بالله الذي لا اله الا الله. ايوا المهم يعني انا نتمنى يعني انا غير ما كيكون عندي واحد شي حاجه كنبغي نقولها مع الاخوان ديالي وناقشوها، نقدر نغلط ونقدر ما يكونش يعني الخبر صحيح، ولكن المهم احنا كنناقشوا مع الاخوان ديالنا. واخا شكرا سي رشيد. ان شاء الله باش يعني فقط يكون حياد، كنحيوا جميع انصار نادي الرجاء الرياضي اللي بقوا معنا حتى الوقت متاخر وكيشاهدوا معنا اللايف. خالد نومار، ابو رانيا، صفكوكو محمد، كذلك فيصل اد، هاد الاخوان كلهم مشجعين الرجاء وكيكونوا معنا باستمرار. كنحيوهم على الروح الرياضيه الكبيره ديالهم وكنوعدهم ان شاء الله بواحد الحلقه موتيفه في تعب الخدمه. واسي هاد الاخوان كلهم والاخوان الرجاويين هما خوتنا، وهادو كلهم اللي ذكرتي يعني مستوى راقي يعني ديال النقاش. هادشي اللي بغينا كل ما تحمل كلمه من معنى والله العظيم طبيعه الحال، والله الا كنقولها من خالص القلب ديالي. واخا سي عمر كلمه اخيره. ايوا الكلمه الاخيره اخويا كريم هي اننا كنشكرك على هذا البرنامج القيم ديالك اللي دفيتي به واحد يعني دفيتي به واحد جوج لينا مول كاسكيطه. دخلت ابونا معنا في القناه. كنشكرك على البرنامج وعلى مول كاسكيطه. قلنا لي دخلت ابونا معنا في القناه. مرحبا. واحد الاخ قبيله قال لك كيفاش نقدر نكون معاكم ضيف ولا نكون معاكم. هذا الاخوان كاع اللي باغيين يكونوا معنا ضيوف ولا بغاو بعض الحلقات معنا، مرحبا بهم، غير يتواصلوا معنا طيله الاسبوع. والبرنامج اللي بان لك انكم تقدروا انكم تتفاعلوا معنا فيه ولا تكونوا حاضرين معنا في البلاطو، مرحبا بكم. اليوتيوب لاشين يوتيوب هاي حطيناها، الله يجازيكم بخير. كنشكروا جميع الاخوان اللي تابوناو معنا، الله يجازيكم بخير باش نفعلوا هذه القناه هذه ديال اليوتيوب، باش هاد البرامج كلهم اللي كنديروا ما يضيعوش. داكشي علاش كنحاولوا ما امكن نحطوهم، لان كنبتوا في واحد التوقيت اللي كيكون متاخر بالليل وبزاف ديال الناس ما كيقدروش يشوفوا. اذا الله يجازيكم بخير إذا قدرتوا تابوناو معنا، غادي نكونوا مشكورين باش كاع هاد البرامج هادو والبرامج الاخباريه مع السي عمر والبرامج اللي غادي نديرو مع اللاعبين اللي لا بالنسبه للرجاء لا بالنسبه للوداد غادي يكونوا معنا لاعبين. كريم بينطو ويدادي طلع صاحبي طلع علينا بينطو. مرحبا، هو بينطو جات الاخر وبغى يطلع فيه ما كاينش مشكل، نطلعوا معنا. شوف كاع الاخوان اللي بغاو يكونوا حاضرين معنا مرحبا، راه حنا نقدروا نطلعوا معنا حتى 20 واحد، يعني ماكسيموم 25 نقدر
اول مره غنضرب الروح في نهار غنضرب 25 والله العظيم غندير شي نهار تحدي هذا غادي نديرو اول واحد خويا كريم ان شاء الله من توج وداد بالتشامبيونز ليغ طلع 25 غنديرو الاسبوع المقبل استي كريم فقط يعني ان شاء الله مع الاخوان ديالك نعم سيدي ايفو سبينتو قال لك كاين الاسبوع المقبل قال لك كاين عندك صوت دمادي وانت كان الاستاذ ديالك قديمه ياك الاستاذ ديالك اللي قال لك عندك صوت دمادي قديره واشو جبتي لنا قديره صاحبي شومه وحشومه عليك عارف عزيز علينا قديره تحيه كبيره للصوت ديال الاستاذ قديره راه كنعرفوه من العائله ديالك يلا سي عمر انت باغي تدوز لي عليا الدكاكه راه عارفينو من العائله ديالك يلا انا ندير لك البوز يلا قديره الاستاذ الكبير من العائله ديالي والمستشار الملكي ولكن راه تا هو فلوس الله يجازيكم بخير من طبيعه الحال الناس اللي عشنا معاهم والطفوله ديالنا كلها قضيناها مع 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 الراديو من طبيعه الحال هو اليوتيوب الله يجازيكم بخير حاولوا هذا تبارطاجيو لي جروب باش نفعلوها في اقرب وقت الله يجازيكم بخير ماشين يوتيوب ضحكنا معك السي عمر خديت الكلمه من عندك السي عمر كمل وقطع وي خويا خالد دابا داك الديما اللي كان مستطاع كان رجل القوي انا في الحكومه يعني هو يعني ابن الخال ديال جدي يعني ثاني ف عائله بيبا طير طبعا تعال للعائله ديال طولا عندك شي حاجه مرحبا تحيه كبيره العائله قديره بطبيعه الحال السي بينتو قال لك جيب لنا ابتسام توسكيت واخا هي اللي بقات لينا واخا راه قالت لك رجاوي غنجيبوها في ساعه مع الخضره لان رجاويه ابتسام انا كنعرفها بنت لا تكون غليفه لا رجاويه انا فازه قالت لك رجاويه والمهم هنا سيدي هي بنت لا هي واقيلا مرحبا ماكش تك وانت شتك كان في كل نعاس سمعتي ابتسام وتطفيق السي رجاوي اعطيناك الكلمه صافي اعطينا كلمه اخيره السي محسن باش نختموا السي محسن هو اخويا كريم اولا تنحييك وتنحيي السي رشيد السي عمر وكذلك السي حمزه اللي كان معنا تنحيي الاصدقاء ديالنا اللي كانوا في الجروب ديال انصار ولاد الامه الاخوان السي نور الدين ولا السي بنتو هذا تشوف قال لك كريم طلع لنا الدومه اهضر على فتحي جمال انت كتشوش انت غتقلق لينا خالد نومار عزيز عليه فتحي جمال فتحي جمال صديق ديالنا استاذ والله الا عزيز عليا انا فتحي جمال كمل السي محسن مش اخويا كافه الاصدقاء اللي كيتفاعلوا معنا والاخوان اللي على ذكر فتحي جمال لعب في القوات المساعده كان في ليطوال بعدا كنظن ولعب في القوات المساعده وانا حضرت الماتش اللي كان اللي لعب حضرت واحد الماتش في المسيره غير باش فتحي جمال راه طلعات لي الكوطه ديالو راه هو اللي قال لك هو ولا السلام اللي قدم خلفو لاركيت شوف الاخ اللي كان الكوطه ديالو طلعات اخويا وشوف الاخ اللي كان جبد لينا الغضف ملعب الغضف عقلتي عليه هادشي عمر الشيخ غرف بينطو هو اللي جبدو بينطو غادي نقول لك واحد هاد بينطو هذا عفريت جبد لنا هاد الحوايج هادو جبد بزاف ديال الحوايج فتحي جمال اول مقابله تفرج فيها انا تفرج في فاش كان مع القوات المساعده انا ذاك وتحيه للعاب داز لعاب كبير كان فنان الناس اللي ما شافوش فتحي جمال كان فنان واخا كان كيتعصب شويه وكيتقلق راه خالد يقدر يشارك ولكن كان كيلعب بالنفس ديالو ويوم غادي نهضروا على هاد اللعابه اللي عطاو واحد النهار غادي نهضروا عليهم نجبدوهم غير للتاريخ نذكروا سي محسن واخا خويا واخا شاك فوا يلا كنبغيو نكملوا كتقاطعنا اخويا كريم غير باش نختموا اخويا كريم كيما كنحيوا كافه الاصدقاء سي نور الدين سي يحيى سي مجيد وكافه الاصدقاء ومنهم هاد مول الجرائد اللي كيتفاعل جوات سي كريم واخا مقلق منك سي ستيفان كاميلي اللي مقلق منك سي اونكو معاه ما مقلق مني ما والو مول الجرائد صاحبي مول الجرائد زوين ستيفان كاميلي اللي كنظن اليوم شتو غبر ربما الفريق ديالي انا هذا كان ربما
ربما تقلق شويه ولكن كنظن ان شاء الله فريق الجيش الملكي حتى هو غيعود. وكذلك السي خالد نومار رجاوي اللي كنتمنوا ليه حتى هو كنحييه بركات كيف راك غايه كنتمنوا ليه حتى هو التوفيق ديما كيشارك معنا. كنتمنى خويا كريم ان ربما ناقشنا السي كريم حيد داك الميساج اصاحبي اللي داير فيه اش ميساج غير لا بركات كيف راك غايه الاخوان غير باش نكمل الاخوان مشكل كمل السي محسن كمل راه بقينا متبعين هاد الاخوان هادو غيجبدوا لنا غير باش ننظم الامور شويه على كل يشوف باختصار نحيي كافة الاخوان اللي كانوا متبعينا اخويا كريم وكنتمنوا لهذاك الاخ ربما سي عزيز مفتاح كنتمنوا اننا نتعاونوا وتصوت عليه وكنتمنوا للجميع التوفيق في ذلك. سي عبد الرحيم دوار السعاد قال لك جيب لنا في البرنامج ديال الساعه مع الخضراء تيجاني وعبد الرحيم عبد الرحيم حمراوي حمراوي اشوف عرفتي تكون يقدر يجيب لك حمراوي يجيبوا الخالد خالد نوبع هو اللي يقدر يجيبوا لك شي ما يجيب شي حمراوي شي ما يجيب حتى شي واحد ولكن قلت لي انا من طرف خالد نوبع بيجيبك والاخ ديال ولد خو كريم راه الحمراوي اللي في انجلترا راه صديق ديالي خويا كريم سير. عمر رشيد خويا الله يعاونكم ان شاء الله والسلامه سير اخويا سير سمعتي الساعه مع الخضره وتتهرب سير اخويا سي تحيه لك تحيه سير سيدي شكرا للسي محسن معنا متاخر سي رشيد حتى هو شكرا للاخ عمر كنتي معنا في هذه الحلقه هذه نشطتي معنا يعني كنضربوا موعد ان شاء الله مع الاخوه الكرام في ساعه مع الخضره يوم الاربعاء ان شاء الله جيب لنا فخير ان شاء الله فخير فينا هو فخير مسكين راه عنده فريخ قالت فريخ كينعس بكري فريخ كينعس بكري وما عندوش مع التكنولوجيا نقدروا ندوزوا واتساب ماشي مشكل ولكن باش يطلع ما عندوش مع التكنولوجيا وغادي يكون معنا في برنامج اللي غادي ان شاء الله نديرو من التاريخ ان شاء الله. شكرا لك اخ عمر وتحيه لجميع الاخوه اللي كانوا معنا بغينا نشكرهم جميعا ان شاء الله ولنا موعد يوم الاربعاء ساعه مع الخضره كونوا معنا وتفاعلوا معنا حاولوا الله يجزيكم بخير اليوتيوب لاشين يوتيوب حاولوا تابوناو فيها باش نفعلوها وشكرا لكم شد محسن هرب مي الله يلا بعد ميساجات واعري تحيه للسي خالد نومار بنتو تحيه للجميع عبد الرحيم تحياتي ايميل تحيه ليوسف جيب لينا خوباش صديقي العزيز مرحبا ان شاء الله شكرا لكم جميعا الاخوان اللي قال لي كانوا معنا وتصبحون على خير والى اللقاء شكرا I'm